اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم الاهلي في رمضان. اهلا بحضرتك كابتن هيثم. مساء الخير يا ابو حميد. مساء الخير على الساده المشاهدين وعلى جمهور النادي الاهلي الكبير. طبعا حلقه بعد مباراه الاهلي وغزل المحله، بالتاكيد جماهير النادي الاهلي وحتى مسؤولين النادي الاهلي وجهاز فني ولاعبين مستائين من النتيجه، والاصعب من النتيجه اللي هو الاصعب من الهزيمه اللي شفناه في الملعب، ان ما كانش فيه قتال على الفوز او قتال على العوده للمباراه. بالتاكيد كلنا اتكلمنا، ويمكن هنا الاستوديو التحليلي امبارح احنا هنا مش بنضحك على نفسنا ولا حابين اننا نضحك على نفسنا، واتكلمنا ان اداء النادي الاهلي كان مش بالمستوى المامول وما كانش فيه روح قتاليه، وكانت روح فريق غزل المحله واضحه جدا في الشوط الاول بشكل قوي جدا. ويمكن كمان الكابتن سعد حفيظ طلع واعلن عن عقوبات على الفريق والجهاز الفني للاسباب الخساره، ولكن الحقيقه كل ده لازم ياخدنا لنقطه مهمه جدا، ان مهما انت كنت سيء ومهما كان في اخطاء تحكيميه ومهما كان ادائك في الملعب سيء، ده مش ممكن ابدا يسمح ان انت تتهاون في حقك يا كابتن هيثم وتتجاوز او تهمل الاخطاء التحكيميه، وده اللي دفع النادي الاهلي انه يصدر بيان النهارده. بس خلي بالك يا ابو حميد، في نقطه مهمه جدا. النادي الاهلي دايما بيلجا او بيبص لمشاكله، دايما النادي الاهلي بيعالج اخطائه ودايما بيشتغل على نفسه اكتر ما بيصدر امور ثانيه، ولكن اللي بيحصل مع طبعا مع التحكيم مع النادي الاهلي امر بصراحه عدى كل الحدود. النادي الاهلي بيشتغل على نفسه، بيشتغل على نفسه، ولكن لما يبقى التحكيم يعني في تكرار لهذه الاخطاء يبقى لازم في وقفه، وده اللي خلى زي ما بيقول طبعا ابو حميد النادي الاهلي يصدر النهارده بيان، يعني هنقول مضمونه لحضراتكم. الاهلي النهارده طلب حكام اجانب لمراته بالدوري على ان يتحمل كل التكاليف. الاهلي استند الى احد المسابقات الماده 110 ج والتي تنص على انه في حاله طلب اي نادي تعيين حكام اجانب لاي مباراه مشارك فيها ووافق الاتحاد على تلبيه طلبه، يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والاقامه الى اخره بالعمله الاجنبيه طبعا قبل موعد المباراه باسبوعين على الاقل. وطلب الاهلي في خطابه استبيان الامر من التعنت الذي يلمسه الكثيرون، وعلى الهدف منه دفع النادي للجوء للاتحاد الدولي. وهل الهدف منه النادي الاهلي بيتساءل في بيانه، وهل الهدف منه دفع النادي الاهلي للجوء للاتحاد الدولي لكره القدم لكشف الاخطاء غير المبرره سواء التحكيميه الفجه التي تعرض لها؟ لماذا بدا الاهلي الدور الثاني؟ بعض التساؤلات يعني تساءل بها البيان. ليه النادي الاهلي في الدور الثاني ما لعبش مباراته المؤجله من الدور الاول مع اسوان، ولما بدا فعاليات الدور الثاني بداوا بغزل المحله وليس مصر المقاصه زي الدور الاول؟ يعني انت ما خلصتش معايا الدور الاول لسه، ولما جيت تبتدي معايا الدور الثاني ابتديته كمان غلط، ابتديته بمباراه غزل المحله يعني في الوقت اللي احنا ابتدينا الدور الاول بمصر المقاصه، الموضوع بيبقى ماشي بالترتيب. وهو ما يترتب عليه ان يلعب الفريق مباراتين متتاليتين خارج ملعبه. وايه المشكله في خارج ملعبه؟ انت عندك يوم سفر بتسافر فيه، يوم بتلعب فيه، وبترجع بعد المباراه بيكون في اجهاد في وقت المباريات مضغوطه، وانت رايح على دور الثمانيه لدور دوري الابطال والمحدد ليها 15 مايو. هل المقصود تجهد النادي الاهلي ممثل مصر في بطوله افريقيا؟ انا بتساءل يعني. هو ده تساؤل النادي الاهلي، وزي ما قلنا النادي الاهلي زي ما قال الكابتن هيثم بيشتغل على اخطائه، وشايفين الاخطاء الفنيه بالتاكيد، وشايفين بعض اللاعبين اللي مش في حالتهم، ولكن ده مش هيخلينا مستباحين من الاخطاء التحكيميه. وبيان النادي الاهلي كالعاده مش هو لا بيان مرسل ولا بيان بيدعي اخطاء، لا، الخبراء التحكيميين على مدار ما تم من مباريات في الدوري اعلنوا الاخطاء التحكيميه. والغريب ان كل التقدير طبعا للتحكيم المصري، لكن الاخطاء التحكيميه دي بتحصل ضد النادي الاهلي والمنافس، بتحصل اخطاء تحكيميه لصالحه نفس الاخطاء. يعني ايه؟ يعني امبارح وانت سيء في الاداء الفني يجي لك ركله جزاء في الدقيقه 42، ركله الجزاء تتسجل، يبقى طلعت الشوط الاول متعادل، فتقدر تنزل الشوط الثاني وانت عندك افضليه ان انت تجيب هدف الفوز. الاهم كمان ان في الشوط الثاني طرد مدافع غزل المحله في الدقيقه الاولى منه بعد عرقله محمد شريف، لم يحدث هذا الامر، وبالتالي اخطاء تحكيميه عرقلتك ان انت تعود في المباراه. هل انا بقى كجماهير النادي الاهلي هتجه لجلد الذات فقط لا غير وللاعبين وللجهاز الفني والمسؤولين؟ لا، انت من حقك تغضب واحنا كلنا غضبانين، لكن في نفس الوقت مش من حقنا اننا نفرط ابدا في حق النادي الاهلي. لو استعرضنا الاخطاء التحكيميه اللي حصلت امبارح وركله جزاء محمد هاني اللي كانت في الدقيقه 42 عشان تبقى الامور بالنسبه لنا صوت وصوره، عشان نبقى مش بنتكلم كلام مرسل يا كابتن هيثم، لان الحقيقه ادي ركله الجزاء، ادي كره محمد هاني، عرقلة واضحة وصريحة. أنا عايز أفهم العرقلة الواضحة والصريحة دي إزاي حكم الفار لم يستدعيه بالظبط، خاصة إن حكم الفار ده حكم سيد شعبان، هيكون لنا أخطاء تحكيمية تانية هنعقب عليها، هنشوف مدى الدقة
ومدى حرصه ان هو يظهر الحق ودايما يكون عايز يكون بيراجع حكم الساحه وبيوريه الحاجه اللي مش ممكن يكون شايفها. دي اعتقد كل الناس شافتها، واعتقد في خطا زيها وركله جزاء زيها للمنافس اتحسبت قبلها بمباراه. وهل يا ابو حميد سؤال برضه، هل انا لو انا مش في فورمتي الفنيه ما اخدش حقي تحكيميا؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم. هل هو ده المبدا؟ لا طبعا، يعني المبدا ان انا انت يعني بتقيس اداء التحكيم او الحكم في المباراه او الاداء التحكيمي بيشوف بيقيم الفرقه، لا النهارده هي في الاوف دي يبقى ما ادهاش حقها. بالعكس انا ماليش دعوه بدون الفنيه، انا بحكم كره زي دي كانت تفرق جدا في سير المباراه بالظبط. ولو انا سايق ممكن تساعدني ان انا اعود للمباراه. طب الكره دي عدت، طب في كره تانية في بدايه الشوط الثاني وطرد واضح انفراد لمحمد شريف في بدايه الشوط الثاني بيتعامل معاه محمد فتح الله لاعب غزل المحله بمنتهى، بس خطا. الغريب بقى ان الحكم شاف الخطا، وهنا الكلام ما فيهوش لا اجاده ولا في اي افتعال. انت كحكم مباراه شفت الخطا وده لاعب منفرد والكوره خلاص في حوزته ومفيش مدافع تاني هيواجهه منه للمرمى، القانون بيقول طرد مباشر مش انذار كمان. بالظبط طرد مباشر لانه هو اللاعب شريف كان رايح يحط هدف، هو مفيش اكتفى بالانذار. بالظبط اكتفى بالانذار، لا طرد مباشر، ودي برده كانت تفرق في سير المباراه. لا الاهم ان نفس المدافع ده له خطا مع الكابتن وليد سليمان يستحق عليه الانذار الثاني، ايضا الحكم محمد معروف تجاهل الاخطاء. طب ده خطا مباراه غزل المحله، عندنا اخطاء في البيان. انت فقدت نقاط النهارده في الدوري المحلي معظمها باخطاء تحكيميه، حتى المباريات اللي انت فزت فيها كنت بتتغلب فيها على اللاعبين المنافسين وعلى اخطاء التحكيم. عندي في مباراه سيراميكا كابتن هيثم بالظبط اوفسايد، بالظبط هدف تم الغائه، كل خبراء التحكيم قالوا ان الهدف زي ما احنا شايفين اهي الكوره قدامنا. الاعجب يا كابتن هيثم ان الاوفسايد مش محتاج اجتهاد، دي خطوط بتتعمل في الفار. صحيح. خلصت، لا محتاجه اجتهاد من حكم المباراه ولا محتاجه اجتهاد من حكم الفيديو، الخطوط والخطوط واضحه قدامنا واللاعب واضح جدا ان الكابتن محمد شريف مغطيه. طبعا ده غير صوره هدف تاني اوفسايد في مباراه المقصه، ايضا دي برده اخطاء تحكيميه وقع فيها اهي معروضه مع حضراتكم، يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني هدف ملغي واوفسايد ما فيهوش يعني في الوقت اللي انت المسطره مش واحده، يعني سيراميكا انت عامل مسطره وعلينا وقايل ما فيش اهي الخطوط خطوط باينه، احنا ما بنقولش خطوط الفار باينه وكل حاجه، ما فيهاش اجتهاد يعني مش متسابه لعين حامل الرايه. اسهل حاجه بالظبط اسهل حاجه تقدر تحسبها هي الاوفسايد في وجود الفار، بس لو عايز تحسبها ده لو عايز تحسبها. لا مش كده وبس بقى، انا عندي فقدت نقطتين امام وادي دجله، اعتقد يعني كل من في الملعب وامام الشاشات كانوا شايفين ايد بيكهام وهي بتتشد، ادي الا الكابتن احمد غندور وطبعا حكم الفيديو. الصوره واضحه ومش محتاجه اي تعليق، دي ايه؟ بس دي ايه؟ الجذب ده ايه؟ داخل منطقة الجزاء، دي لأي تيشيرت آخر غير التيشيرت الأحمر، الكرة دي ركلة جزاء. صحيح. فبالتالي يا كابتن احنا أخطائنا اللي بنتكلم فيها أخطاء واضحة، ده غير مباراة البنك واللي حصل عليها البنك الأهلي طبعًا واللي حصل عليها خلافات كتير، لينا ركلة جزاء ولينا كمان هدف. الكابتن جمال غندور وهو بيحلل الهدف ده بيقول أنا نفسي أعرف هو الفار استدعاه ليه؟ بروتوكول الفار إن أنت يكون عندك صورة واضحة غير اللي شافها الحكم تثبت ان في واقعه، الكره دي ما فيهاش اي واقعه. واعتقد اللي متابع طبعا الدوريات الاوروبيه طبعا هدف لبايرن ميونخ كان واضح جدا بنفس الطريقه دي واتحسب عادي جدا ما فيهوش اي مشكله، لكن مع النادي الاهلي في مشكله وتخسر كمان نقطتين امام البنك الاهلي، وكمان كان في لمسه يد على مدافع البنك في نفس المباراه. وتحس ان ده يعني منهج اسلوب ممنهج ان انت حاسس ان تكرار الاخطاء دي معايا بس ولا ومتكرره شبه كل مباراه يعني بقى. ويعني زي بيراميدز كمان يعني بيراميدز وضربه جزاء غير محتسبه لمحمد الشريف، يعني اهي قدامكم معروض على حضراتكم اهو، يعني عايز اقول دي يعني ازاي وازاي لو عدت على الحكم تعدي على الفار، يعني تحس ان الموضوع بقى لا يعني ممنهج. شوف الرؤيه الكابتن جهاد هو دخل على رجله الاول الكابتن جهاد جريشه اللي بيشوف الايد خارج نطاق الجسم عاده بيشوف الكره ومفيش اي بلوك معمول قدامه والتحكيم فاهم ده كويس، وكمان الفار لم يستدعي الحكم. ده كمان في المباراه دي في هدف واضح لولتر بواليا وايضا لم يتم لا انا بس الكره اللي فاتت دي اللي هنعرفه واللي اتعلمناه في الكره طول عمرنا انه لو انا داخل بعمل تاكلينج لو لمست رجل اللعيب الاول خلاص دي خطا، انما لازم البس الكره الاول، هو داخل على رجل اللعيب فدي يعني تغاضيها سواء اهي هو داخل على رجل الشريف الاول هو شال رجل الشريف دي حتى لو الحكم ما شافهاش الزاويه صعبه الفار احنا كنا احنا شايفينها، فازاي الفار لم يستدعي الحكم عشان يقول ان دي ضربه جزاء؟ اذا الاخطاء ممنهجه باسلوب تحس انه فيه تعنت واضح ضد النادي. بص بقى
عشان نكون واضحين، هل دي اخطاء تحكيميه؟ ده طبعا هدف بواليا اللي في نفس المباراه وخرجنا المباراه دي 0-0، واخطاء الكابتن جهاد جريشه في مباراه الاهلي وبيراميدز عديده وفيها مباراه في الكاس وخرجنا من الكاس مره، قصه طويله جدا مع التحكيم المصري لا تنتهي. والغريب ان اللي بيتم احتساب ليه ركلات جزاء مش حقيقيه هو اللي بيطلع يشتكي من التحكيم المصري، فكان لازم وقفه زي دي مع التحكيم المصري بحصاد. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان عندنا لقطات تانية بتوضح ان المعيار لا ثابت مع حكم واحد ولا ثابت مع كل الحكام. ركله جزاء محمد هاني شفناها امام غزل المحله، قبلها باسبوع ركله جزاء الزمالك مع المقاولين العرب حميد احداد نفس القصه نفس اللقطه، ولكن لون التيشيرت اختلف فالقرار اختلف ركله جزاء. والجميل كمان في الكابتن ابراهيم نور الدين ان هو ما استناش حتى حكم الفار، صفر ركله جزاء اجاده منه، لكن فين بقى الكابتن الوحدة. محمد معروف فين المسطره الواحده؟ هو ده اللي احنا بنقوله في الوقت اللي النادي المنافس بتحسب له 10 ضربات جزاء حتى الان، يعني بيتهيألي ده ريكورد، يعني بيتهيألي رقم كبير، 10 ضربات جزاء بتحسب لك تقريبا كل مباراه تقريبا، يعني رقم. القصه مش كده، القصه مش بس عدد ركلات جزاء، القصه كمان ان ركلات الجزاء دي اكتر ركلات جزاء اثارت الجدل في الاستوديوهات التحكيميه، كل استوديو تحكيمي يطلع في اثاره للجدل، حتى مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك كان فيها خطا تحكيمي، الاستوديو التحليلي للكابتن سمير عثمان والكابتن احمد الشناوي كانوا بيحاولوا يلاقوا مخرج للكابتن البنا والكابتن محمد عادل ان ركله الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي ركله جزاء. الغريب ان نفس اللقطه دي حصلت في مباراه الزمالك وبيراميدز، بس زي ما قلنا لون التيشيرت اختلف، دخل الونش خليه مكان رامي ربيعه، ودخل عواد خليه مكان علي لطفي، وجون انطوي كان مكان سيف الجزيري. تقريبا الصوره لو اتعرضت هتلاقي جون انطوي مدفوع او مضروب في رجله الثابته من الونش، وكمان مصطدم بركبه عواد بعد ذلك، والحكم المصري او التحكيم ما كانش فيه اي قرار. وانا مع ان ما يكونش فيه قرار، بس بالتالي ما يكونش فيه قرار هنا كمان، ما يكونش فيه قرار في مباراه الاهلي. ادي يا كابتن هيثم صحيح، شوف اللقطه دي داخل الونش ما لمس الكره، الغريب بقى ان الحكم حسبها ركنيه عشان يريح ضميره من فكره صحيح. ان يقول ان المدافع لعب عليها، وطبعا الكابتن جهاد جريشه واقف وشايف وزاويه الرؤيه واضحه جدا، وللاسف مفيش حديث عن فكره التحكيم. مسطره مش واحده، وده يعني باين القاسي والداني، ولكن للاسف بيان النادي الاهلي النهارده وضح كل الامور دي، وضح كمان التعنت مش بس في التحكيم، لا ده التعنت كمان في وضع المباريات. بس قبل المباريات تعال نشوف كمان نكمل الاخطاء التحكيميه ونشوف صوره لدفع على بن شرقي في مباراه المقاولين العرب، اللي طبعا سعداء ان المقاولين العرب اتحسب له ركله جزاء امام نادي الزمالك، دي صوره واضحه جدا. تمام، الزق واضح، الدفع واضح في الدقيقة 4 بداية المباراة لم تحتسب. نيجي تاني لمباراة بيراميدز وركلة الجزاء اللي اتحسبت في الدقيقة 91 نتيجة لمسة يد أحمد سامي، اللي تقريبا كابتن جهاد جريشة والله أعلم كان بيعوض موقفه مع أحمد سامي في مباراة الزمالك والمقصة، عندما كان الزمالك والمقصة في صراع على المركز الثاني بعد أن كان النادي الأهلي تقريبا شبه حسم الدوري كالعادة في الموسم ده، أحمد سامي إيده جنبه. لكن قبل أحمد سامي دي يا كابتن هيثم لقطة للزمالك والمقاولين العرب لسه عارضين زيها بالظبط دلوقتي، لقطه محمد شريف مع مدافع غزل المحله. صحيح. القرار هنا كان ايه؟ توقع طبق القانون طرد بالظبط. مين بقى اللي طبق القانون؟ نفس الحكم مباراه الاهلي وغزل المحله، الكابتن محمد معروف. فلما نقول هنا يا جماعه المعيار مش ثابت، يبقى لازم الناس تصدق دي نفس الكوره ونفس اللقطه لنفس الحكم، ولكن لون التيشيرت اختلف فالقرار اختلف. هل بالزبط. ده ما يطرحش تساؤلات ويخليني اطالب كنادي اهلي بتحكيم اجنبي؟ اعتقد الصوره واضحه. مش بس الخطا ده، عندنا اخطاء تانية يا كابتن هيثم. بص بقى ده وماتش الزمالك وادي دجله، احنا طلعنا يا كابتن هيثم اشدنا بالحكم الفار ده في المباراه دي. ليه اشدنا بيه؟ لان لا نادي الزمالك ولا لاعبيه ولا الجهاز الفني شافوا الكره دي، ولا حد من لاعبي نادي الزمالك شافوا الكره دي، ولا حد اعترض عليها، وفوجئنا جميعا بسيد شعبان حكم الفار بيستدعي حكم الساحة صحيح. في الدقيقة 89 بيقول له في لمسة يد، تعالى احتسب ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك، وبالفعل وهو ده دور الفار. يعني دور الفار ان لو الحكم مش شايف ما هقول لك ليه بقى بالزبط. ليه جايبين اللقطة دي؟ ليه جايبينها؟ لأن ده نفس حكم الفار في ماتش الأهلي والمحلة، فالكابتن سيد شعبان اللي أشادنا بيه بعد اللقطة دي اللي احتسب ركلة جزاء لنادي الزمالك صحيح عبد الله جمعة ضيعها، هو نفس الحكم اللي كان قاعد على الفار اللي ما شافش ركله جزاء محمد هاني. ده معيار ثابت، الصوره والفيديوهات امام حضراتكم. هل ده معيار ثابت؟
هل دي لمسه اليد اللي على احمد سامي اللي كل التحكيم قال ان ايديه في نطاق جسمه ودي زاويه واضحه جدا يعني ينزل من غير ايديه، ولا ده تعويض يا كابتن جهاد جريش على موقفك مع احمد سامي؟ الكل اجمع ان دي مش ضربه جزاء طبعا يعني الا كابتن جهاد جريش يعني كل اجمع ان هي دي في نطاق جسمه، وانه لو شلنا ايده تيجي في صدره الكره تيجي في صدره، ومع بالزبط. ذلك تم احتسابها ضربه جزاء، ويعني بشكل غريب يعني بشكل غريب وفي توقيت غريب لا توقيت بص هو يعني خلاص موضوع ضربه الجزاء دي بقت اساسي لنادي الزمالك، لكن نفس لمسه اليد تعال نشوف لمسات اليد لما بتحصل ضد او لصالح النادي الاهلي ايه اللي بيحصل. دي طبعا يا كابتن دي نفس اللقطه بتاعه جون انتوي مباراه بيراميدز اللي اتكلمنا عليها، رامي ربيعه وعلي لطفي، وعندي كمان لقطات بقى للمسات اليد للنادي الاهلي. لو عندنا الصور يا جماعه نعرضها، صور البنك الاهلي لمسه اليد مع قفشه، وصور كمان مباراه طلائع الجيش، صورة طرد طارق حامد امبارح يعني في يعني يعني هو الاول امبارح المباراه ده اهي يعني خلينا دي دي ما اتحسبتش ركله جزاء، حكم جزائري الحكم جمال حيمودي قال ان الكره دي ركله جزاء واضحه، وان المدافع ايديه اصلا بره جسمه وهو اللي رفع ايديه للكره، ودي كمان دي بتاعه طلائع الجيش ايديه بره جسمه ولكن لم تحتسب. وانا معاك ممكن ما نحتسبش دي ان الراجل ايديه مش واخده مش مكوره حاجه جسمه بشكل كبير، لكن مع النادي الاهلي مش بتحسب صحيح. مع انديه اخرى بتتحسب صحيح. فهنا السؤال امتى معيار التحكيم المصري على مدار الموسم الاخطاء اللي احنا شايفينها دي امتى المعيار يكون واحد؟ ماتش وادي دجله عندي اخسر نقطتين، ماتش بيراميدز اخسر نقطتين اخطاء تحكيميه، ماتش البنك الاهلي يتلغي لي ركله جزاء ويتلغي لي هدف واخسر نقطتين، ماتش المحله امبارح اخسر نقط على الاقل اخسر فرصه ان انا يكون اادي في الشوط الثاني اداء جيد لما ادخل المباراه تعادل. دي يا كابتن هيثم اخطاء تحكيميه كان لازم نقف عندها. الغريب ان كابتن نادي الزمالك الكابتن شيكابالا في الممر بعد مباراه الزمالك وبيراميدز طالع بيوجه كلامه للتحكيم المصري وبيقول هو انتوا الدوري مفصلينه؟ بقى ده بعد الاخطاء التحكيميه دي الدوري بالفعل للتحكيم المصري يبقى متفصل؟ اعتقد يا كابتن شيكابالا لو رجعت واقتنعت ان هو متفصل فانت اكيد هتعرف هو متفصل لمين. صحيح. مش للنادي الاهلي اطلاقا. صحيح. وخليني بقول لك النهارده قررت اداره المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم ايقاف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي واحالته للتحقيق معه بمعرفه المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونيه بعد مباراه غزل المحله مع الاهلي ضمن مسابقه الدوري. طب نشوف فيديو كده تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وللمواقع حرفته باللفظ كده حرفته، واللي ادى الى ان بعض القنوات نقلت عنهم بدون اي مراجعه، ما شافوش الفيديو الاساسي ولكن نقلوا التحريف. التصريحات اتقالت بعد المباراه على قناه النادي الاهلي، خلينا نشوف الفيديو ده وارجع لحضراتكم تاني. حكم واحد من ال 16 ادانا ضربتين جزاء، مباراه المقاصه ابراهيم نور الدين ومباراه الاسماعيلي ابراهيم نور الدين، ال 16 ما حسبولناش اي حاجه ثانيه. النهارده كره حسين الشحات انا ما شفتهاش، هو الراجل مش مقتنع انها ضربه جزاء. كابتن جهاد جريشه انت اقتنعت ازاي انها ضربه جزاء؟ كابتن جهاد جريشه في مباراه بيراميدز برده ما هو حظه بقى يعني انا هلغي حتى تليفونه من عندي وهقول مثلا يعني اعتذار، يعني كل ما يغلط عندنا غلطه يطلع يعتذر لنا. يعني في مباراه بيراميدز اللي كانت موجوده ضربه جزاء بتاع محمد شريف وطارق مجد على الفار برده قعد على الفار قال لك ده التحام في الهواء يعني يعني برضو مش ده مش مبرر اللي حصل معانا النهارده. احنا وحشين بالفم المليان في الشوط الاول، كنا وحشين جدا جدا، التحامات زيرو، اشتراكات مش موجوده، اصرار ما فيش، روح المحله كانت احسن مننا في الشوط الاول. دي التصريحات اللي كانت على قناه النادي الاهلي بعد المباراه. قولوا لي انتوا فيها ايه غلط؟ هل الاعتذار لما انا اقول ان اكس من الناس مش هنقول اسم حد بيعتذر، هل انا كده بغلط في هذا الشخص؟ بالعكس الاعتذار هو شيمه العظماء. يعني لما حد بيقر بخطا او حاجه حصلت منه او بدر منه شيء هو ما كانش مقصود بيعتذر. اذا ايه الغلط اللي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ يستدعي ايقافه؟ ولكن بعد تحريف الـ التصريحات دي وتناولها على بعض المواقع اللي يعني اصدر هذا البيان او خد هذا القرار كان يعني محتاج يتعب شويه لا ده محتاج ويشوف الفيديو بنفسه، محتاج يسمع بس. الموضوع بوضوح بسيط جدا، هو الكابتن سيد بيتحول للتحقيق وبيتم ايقافه ليه؟ عشان بيقول ان انا همسح رقم كابتن جهاد جريشه. طب ما تزعلش يا كابتن جهاد، حضرتك قدمت شكوى بناء على المواقع اللي حرفت الكلام، هنقول للكابتن سيد ما حذفش رقمك لو دي القصه. لكن الكابتن سيد قال بوضوح انا بستفيد ايه لما كابتن جهاد جريشه يطلع يغلط في اخطاء تحكيميه تخسرنا مباريات ثم يطلع يعتذر لنا؟
ثم يطلع يعتذر لنا، بنشرح تاني وتاني مرة عشان البي، وتالت مرة عشان البي، ثم يطلع يعتذر لنا. لما نوصل لمرحلة ان الاعلام كله والمواقع كلها بتنقل من بعض تصريحات محرفة وعندنا فيديو نقدر نرجع له دقيقة واحدة بس نجتهد ونسمع كابتن جهاد جريشة بيتحرك على فيديو مفبرك او تصريح مفبرك في المواقع، لجنة الحكام، لجنة الحكام بتستيقظ الان ضد كابتن سيد عبد الحفيظ عشان كابتن سيد عبد الحفيظ قال تصريح ان كابتن جهاد جريشة بيطلع يعتذر لنا، بنفس لجنة الحكام دي ناسيين تماما فكرة هنجيب له الحكم اللي بيحبه، هنتكلم في الحكم اللي بيحبه زي الفل، نتقي شره والكلام الجميل اللي بيحصل ده. كابتن سيد عبد الحفيظ لم يخطئ اي خطا عشان يتم تحويله للتحقيق، والفيديو واضح قدام حضراتكم، واتمنى الاعلام الرياضي يتحرك دقه ويبذل ابسط مجهود ان هو يسمع التصريح مش ينقله من مواقع. تحس يعني يا ابو حميد انه مش الهدف من اتخاذ القرار ليس القرار في ذاته، الهدف من اتخاذ هو القرار في ترصد بكابتن سيد، في ترصد. الله ينور عليك. يعني انا شايف انه التصريحات ما فيهاش اي شيء خارج النص، يعني اعتذار دي مش يعني لا. مش خطا. وهل وقعت ولا ما وقعتش؟ بالظبط وقعت في فيديو بيقول كده. هل الكابتن جهاد جريشه طلع اعتذر للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولا لا؟ الكابتن جهاد جريشه بنفسه هيجاوب لكم في الفيديو ده عشان نوضح النقطه دي. انصحوا ايه؟ انصحوا الجمهور الاهلي وزيت هيبص على مني عشان انا عندي بكره ماتش الاهلي وبيراميدز، الناس اللي الجمهور الاهلي زعلان، فبقول لهم ما تزعلوش لان في الاخر التحكيم النهارده ليك وبتاع ليك وكلمه راجل الجزاء ما تتسالش، وهي اكيد غلطه مش مقصوده طبعا. حاجه بالخمس اديها لي ان انا مش فاهم حاجه، فما تزعلوش مني زي ما الجمهور زمان كان زعل مني في اللعبه، فعشان التحكيم بقصه للزمالك، فالتحكيم النهارده ممكن النهارده ضدك هل كابتن سيد اخطا ان هو قال ان كابتن جهاد جريشه بيطلع يعتذر لنا، يعتذر لنا لجماهير النادي الاهلي للنادي الاهلي؟ هل انا استفدت حاجه من الاخطاء دي؟ الحقيقه لو حد المفترض يتعاقب، المفترض الحكم اللي يطلع يعتذر عن خطا، والمفترض اصلا المباراه دي قانونا تعاد، اي مباراه يعتذر فيها حكم ان هو اخطا فبالتالي المفترض المباراه دي تعاد، لكن الكابتن سيد قال واقع كل الناس شايفينه وتقدر تدخل على اليوتيوب هتشوف كابتن جهاد جريشه هو بيعتذر. مين بقى اللي اوحى لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان كابتن جهاد جريشه بيكلمني؟ مين اللي اوحى لك ان كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان كابتن جهاد جريشه بيتواصل معايا؟ لو انت لقيت الكلام ده صوت وصوره فيديو تقدر تحول كابتن سيد عبد الحفيظ للتحقيق وتقدر تشتكيه. اعتقد النقطه دي قفلناها، لكن نقطه مهمه جدا قبل ما نقفل مباراه الاهلي وغزل المحله. البعض بيتحدث عن فكره هي دي تكافؤ الفرص، وهو ده لما النادي الاهلي راح نادي غزل المحله النادي الاهلي خسر. الحقيقه تكافؤ الفرص ده لما بيكون نتيجه سلبيه فقط للنادي الاهلي. النادي الاهلي في مباراه غزل المحله في موسم 2016 لعب مباراه غزل المحله في اسكندريه، والباص اتحول من عن الدائري بعد قرار مديريه امن الغربيه راح اسكندريه. لو بصينا في الموسم ده هنلاقي نادي الزمالك لعب المباراتين دول على استاد بتروسبورت، ده مش تكافؤ فرص. لو جينا اتكلمنا دلوقتي النادي الاهلي لما وافق على طلب غزل المحله بتحويل مباراه الدور الاول للدور الثاني، النادي الاهلي هو اللي كان حريص على تكافؤ الفرص. نادي ثاني لعب اسوان في القاهره ورفض طلب اسوان ان هو يبدل الدورين، واحنا هنروح نلعب اسوان في اغسطس، ده مش تكافؤ فرص يا كابتن هيثم؟ طبعا. والنادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك دائما ابدا بيطبق القوانين اللي لوائح على نفسه وبيشوف ايه اللي يساعد الرياضه بوجه عام ويعمله، على فكره بس مش في كره القدم، في كل الالعاب. ونتمنى ان شاء الله ان، ونحن متاكدين ان شاء الله كابتن سيد عبد الحفيظ هتبان الحقيقه والحقيقه تكون كامله يعني، واكيد الفيديو ده هيكون في التحقيقات، وان شاء الله كل الدعم طبعا لرموزنا في النادي الاهلي. خلينا نروح لاخبارنا في الاهلي في رمضان، يمكن في مجموعه من الاخبار المهمه اللي حصلت على الساحه الرياضيه والالعاب الاخرى الفتره اللي فاتت كان اهمها وابرزها هو كره اليد. يمكن كره اليد يا ابو حميد ملعبك الصالات يا صالات بقى يعني، بس في موضوع احنا اثرناه في قناه النادي الاهلي وتبنيناه لان هو كان الحق، وهو الدوري اللي فات كان في كره اليد كان طبعا مجموعه من اللاعبين غادروا، وكان الاتحاد السابق برئاسه المهندس هشام نصر اخذ قرار الحقيقه غريب شويه انه قال هيلعب البطوله اللي فاتت بالقائمه الجديده، اي بعد حوالي يعني 8 شهور من رحيل لاعبين من الانديه كلها، عايز يلعب الموسم القديم او المباريات المتبقيه لحسم الدوري بالقائمه الجديده. هو كان امر مستحيل، واحنا قلنا هنا ان ده امر مستحيل، وكان في اصرار غير طبيعي من اتحاد كره اليد بعد ما تم طبعا ايقاف الاتحاد وحله من قبل الاتحاد الدولي برئاسه الدكتور حسن مصطفى. اتحاد كره اليد الموجوده او اللجنه المؤقته الموجوده
برئاسة الدكتور محمد أمين خدوا قرار إن هم طبعا يلغوا البطولة ويدوها اعتباري الدوري لنادي الزمالك على أساس الموسم السابق ليه، والكأس للنادي الأهلي برضو على حسب الموسم السابق ليه. وقال الاتحاد في بيان إن مسابقة الموسم اللي فات طبعا بقى صعب استكمالها في ظل رغبة المدير الفني الأسباني باروندو في الاستعداد للأولمبياد بقوة. يعني هو استند إنه كمان مش بس إن احنا نقدر، وده بيان الاتحاد، إن احنا بس مش هنقدر نكمل الموسم عشان غياب اللاعبين عن أغلب الفرق. النادي الأهلي كان هيفقد حوالي 9 أو 10 لاعبين في هذه المباراة أو في المباريات دي، قال لك كمان 12 لاعب كمان، أنا آسف 12 لاعب، ولكن كمان عشان في الأولمبياد وفي معسكرات الأولمبياد صعب جدا نوقف كل ده ونلعب الموسم اللي فات. وده اللي احنا قلناه، ودائما النادي الأهلي بيقف مع الحق والطبيعي والمنطق. ولما يعني تم استبدال صاحب القرار الرؤية بقت باينة والدنيا كانت واضحة، ولكن يمكن صاحب القرار قبل ذلك ما كانش عايز يسمع الحقيقة، الله أعلم كان ليه. خلينا يعني اتفضل طبعا دي، لان البعض بيتكلم عن فكره احقيه النادي الاهلي من عدمها في مسابقه كاس مصر، والغريب ان نادي الزمالك مطلع بيان بيتساءل لماذا تم منح النادي الاهلي مسابقه كاس مصر، لكنه لم يتساءل اطلاقا لماذا تم منح نادي الزمالك بطوله الدوري. اللي خلى نادي الزمالك ياخد الدوري ان هو حامل لقب النسخه الماضيه، هو بالظبط نفس المعيار اللي خلى النادي الاهلي ياخد بطوله كاس مصر لانه حامل النسخه لقب النسخه الماضيه. اعتقد الموضوع يعني بقى صعب. لا ده انا عايز اقول لحضرتك كمان انه واقول للساده المشاهدين ان ده مش الحل الامثل، يعني ده مش الحل الامثل كان ليها، ولكن مع ذلك احنا ملتزمين والنادي الاهلي دائما بيلتزم. ولكن احنا طالما الدنيا يعني بعدت عن الغير منطقي خلاص احنا ما عندناش مشكله خالص، وان شاء الله الفريق بتاعنا سيتسيد كرة اليد إن شاء الله الفترة القادمة، مجموعة من الشباب الجيدين. خلينا نروح لكرة السلة اللي كانت مزعلة شوية جمهورنا بالزبط. وكانت مزعلة جماهير كتير، يمكن النادي الأهلي ما كانش موفق. وخليني برضه أوضح حاجة يا جماعة عشان أبقى أمين مع جمهور النادي الأهلي، فريق السلة لما خسر من الاتحاد بطولتين ثلاثة في مؤخرا كان بيخسر فرق باسكت، فرق بونت، وليس الفارق اللي الناس كلها كانت بيحصل يمكن قبل كده او بشكل يخلي ان النادي الاهلي يكون بعيد عن المنافسه. لا، النادي الاهلي في بطوله السوبر خسر فرق بونت، حتى احنا كان في ايدينا نجيب رميتين ولكن لم نوفق فيهم. ايضا ماتش المرتبط احنا فزنا بيه، ماتش طبعا كاس مصر خسرناه باسكت. يعني قصدي اقول لكم انه احنا بنبقى في المنافسه لغايه اخر ثانيه، ولكن عدم التوفيق او غيره ده موضوع يعني في كره السله يعني باين زياده، لانه طبعا بتبقى الاوقات او الثانيه بتفرق. النادي الاهلي خد قرار بتغيير طبعا الجهاز الفني، ووجه الشكر للكابتن اشرف توفيق وكابتن سيد مصطفى المدير الفني والمدرب العام، والحقيقه اللي هم ما يعني بشكرهم من هنا ان هم الناس يعني ما قصرتش وساعد بكل جهدها ان هي ترفع اسم النادي الاهلي، ولكن هي دي الرياضه، توفيق وعدم توفيق. النادي الاهلي شاف انه تغيير الجهاز الفني هو ده توقيته، النادي الاهلي جاب صفقه من العيار الثقيل، ماريو بالما المدير الفني لفريق كره السله، دي صورته مع منتخب تونس. ماريو بالما انا لعبت قصاده سنين طويله، يعني كان ليا الشرف ان لعبت قصاد هذا المدرب 15 سنه قصاد منتخب انجولا، كنت انا بلعب في منتخب مصر وايضا قدام منتخب الاردن لما مسك منتخب الاردن. ماريو بالما هو الاكبر والاشهر في المنطقه الافريقيه والعربيه والاوروبيه كمان لانه مسك منتخب البرتغال. ماريو بالما لما تعرضت عليه طبعا المسؤوليه رحب وجه على طول. بس خليني اوضح لكم حاجه وعايز اقول لك برده عليها يا ابو حميد، انت يمكن هتبسطك جدا، ان ده صديق الانتيم مانويل جوزيه. ده كده فل قوي. يعني عايز اقول لك ان في اثناء ما كان مانويل جوزيه متولي مسؤوليه النادي الاهلي كان على اتصال دائم بماريو بالما، وكان ماريو بالما دائما ابدا بيتابع اخبار النادي الاهلي. نتمنى على طريقه مانويل جوزيه في كره القدم يكون هو كمان في كره السله، اللي الحقيقه احنا بذلنا مجهود كبير جدا وعندنا فريق قوي جدا، ولكن زي ما قال كابتن هيثم ان احنا كنا بنخسر امام ايضا فريق قوي بفرق باسكت، واعتقد كانت جماهير النادي الاهلي بتطالب بوجود مدير فني اجنبي، فالنادي الاهلي احضر خبير في كره السله، مش مجرد مش خبير بس فني. ده اسطوره. انا عايز بس اقول لحضراتكم حاجه، نتمنى له التوفيق طبعا ان شاء الله طبعا. ماريو بالما الناس اللي ما تعرفوش هو جاي بمساعد معاه كمان برتغالي هيتولى المسؤوليه. طبعا الفتره ضيقه، عندنا الماتشات القادمه بعد شهر بعد ما يرجع الزمالك من بطوله افريقيا اللي مشارك فيها كره السله، هيبقى عندنا شهر، فطبعا جماهير النادي الاهلي تدعم ان شاء الله نوفق فيها ونقاتل عليها، ولكن احنا هندعم هذا المدير الفني، هو تولى المسؤوليه من وسط الموسم، لازم نقف معاه، ووفقنا وكسبنا ان شاء الله هو هدفنا، اذا حصل غير كده فهو هيكون باجتهاد وهيكون بشكل ان شاء الله جديد. وخليني اقول لكم ان كل منتخب هو مسكه طلع بيه اولمبياد او كاس عالم. انجولا تسيد افريقيا الفتره اللي هو كان ماسكها كلها، لما راح الاردن في الوقت اللي كانت اردن بعيد خالص طلع بيهم كاس عالم،
ايضا لما راح تونس كانت تونس غائبه تماما عن الاولمبياد وغائبه ايضا عن كاس العالم، هو نجح بشكل كبير ياخد بطوله افريقيا ويروح ايضا كاس العالم، فاذا هو رجل ناجح في كل المقاييس وفي كل الاماكن اللي تولى فيها المسؤوليه. خلينا نروح لكره السله السيدات. اعتقد فريق كره السله السيدات بيعمل ريمونتادا، نتمنى انها تكتمل على خير. بالزبط. انت بتكون خسران اول مواجهتين واول مباراتين وبتلعب المواجهه الثالثه، وطبعا لو كنا خسرناها كان فريق سبورتنج هو اللي فاز خلاص بالثلاث جولات، ولكن وباقي دقيقه و12 ثانيه بتقدر تعوض فارق النقاط، وكمان بتدخل المباراه الرابعه وبتقدر برضو تكون متاخر وتعوض فارق النقاط، فبيعملوا ريمونتادا داخل المباراه نفسها كابتن هيثم، وريمونتادا على المباراتين الاولى والثانيه، وبيفوزوا الثالثه والرابعه في سلسله الخمس مباريات. اخد من كلامك واقول حاجه كمان فضل. بتبقى منتهى الصعوبه على لعيبه كره السله ان بقى متاخر 2-0 بيبقى شايف المشوار طويل جدا. دي نادين السلعاوي نجمه الفريق، عايز اقول لكم انه بيبقى انت وانت متاخر بتبقى صعبه، ودي ماي حلوه طبعا لعيبه النادي الاهلي، بيبقى صعب جدا جدا عليك ان انت تيجي من 2-0 وعايز بتقول يا ربي انا لازم اكسب ثلاث ماتشات ورا بعض، وعملوها. والنهارده ان شاء الله المباراه نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله لما تخلص واحنا على الهوا هنبلغكم ان شاء الله، هم بيلعبوا جنبينا في 6 اكتوبر ان شاء الله تبقى يعني الدوري احمر باذن الله. عندنا النادي الاهلي داخل مواجهه قويه مع الاتحاد السكندري في الكره الطائره. صحيح. والحقيقه احنا بقى في الكره الطائره الاتحاد اقوى ان شاء الله وفريق اسطوري، وانا بحب بالفعل فريق الكره الطائره لان فريق بروح النادي الاهلي، فريق هو زي بالظبط كره القدم مستحوذ افريقيا ومحليا وعربيا، وفريق صنع من اجل كسر الارقام القياسيه وصنع صحيح. ارقام صحيح كسرية. وخليني اقول لك ان موقفنا في الدوري برضو يا ابو حميد ان احنا محتاجين نكسب كل المباريات. ليه؟ احنا بعد فوزنا على الزمالك في الدور الاول احنا تعادلنا مع الزمالك واحنا ماشيين الامور لازم تكسب كل المباريات القادمه. مباراه الاتحاد السكندري مباراه مهمه، الاتحاد السكندري عامل فرقه محترمه جدا، و يعني الماتشات معاهم بتبقى يعني كلوز جيم، بس احنا ثقه في اللاعبين ولازم نمشي بشكل منتظم وبنكسب عشان نخلي مباراه الحسم مباراه نادي الزمالك اللي هتكون في نهايه الدور وفي اخر شهر مايو. خليني اقول لكم بنقول طبعا لكابتن محمد مصالح ميدو المدير الفني حمد لله على السلامه، كورونا تاني مره يا ابو حميد. الحمد لله على سلامة الكابتن مصلحي، طبعا كان لعيب كبير ومدرب كبير وقدير، وبإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، وبإذن الله يكون النادي الأهلي هو البطل كالعادة يا كابتن، لأن زي ما بقول لك أنا بشوف في روح فريق كرة الطائرة هو فريق كرة القدم. صحيح. بعد ما نقول زي صحيح بقى. صحيح إن شاء الله. وخليني أقول لكم كمان إنه سيدات الكرة الطائرة ما يقلوش أبدا نتائج ولا إنجازات عن الرجال، إن شاء الله بنستعد الجمعة القادمة هنحتفل بدوري كرة السلة أو كرة الطائرة إن شاء الله، يمكن فال كويس أنا غلطت، إن شاء الله نحتفل النهارده بكرة السلة. طبعا الفريق الأول لكرة الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن حمدي الصافي هيحتفل بالتتويج بإذن الله، وخلاص إحنا حسمنا البطولة. حسمنا بالدوري الممتاز يوم الجمعة الجاية على ملعبنا في الجزيرة، الأهلي هيتسلم دوري الدرع الدوري رسمي يوم الجمعة إن شاء الله، وهيتلعب الساعة 10 بالليل على صالة الأمير عبد الله الفيصل. الأهلي كسب كل ماتشاته ال 21 وعنده 63 نقطة، فرقتنا بتفكر بعد ما قدرنا نحسم الدوري إننا نجهز نفسنا بسرعة جدا عشان ماتشات الكاس واللي هتبتدي قريب برضو إن شاء الله يا أبو حميد. إن شاء الله بإذن الله. عندنا لاعبو الاهلي يحققون فضيه برونزيه لمصر بالدوري العالمي للكاراتيه في البرتغال، وطبعا ده اخر خبر معانا، ولكن اسمح لي تعقيب بسيط قبل ما تطلع طبعاً بينا طبعاً. بريك على مباريات بقى الدوري وكرة القدم، وزي ما بدأنا كرة القدم نختم طبعا كرة القدم. رسالة للبعض زي ما جاء في بيان النادي الأهلي عن المباريات، مصر المقصة ومباريات أسوان، والبعض اللي اتكلم عن فكرة تأجيل مباريات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، وتحديدا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الأستاذ عمرو الدرديري كان طالب أن نادي الزمالك يتم إراحته كما يتم إراحة النادي الأهلي. حابين نوضح بس موضوع بسيط جدا ومن وجهة نظري بديهي جدا، ان النادي الاهلي مش بيتم اراحته، النادي الاهلي مشارك في دوري ابطال افريقيا، واللوائح والقوانين بتمنح النادي الاهلي الحق في عدم لعب مباراه وادي دجله وسيراميكا كليوباترا، لان المفترض اللائحه اللي اتحاد الكره اصدرها بتقول لو انت عندك مباراه داخل ملعبك بتاخد راحه قبل المباراه دي 3 ايام وبعد المباراه دي 3 ايام، ولو مباراه خارج ملعبك بتاخد راحه قبل المباراه 4 ايام وقبل وبعد المباراه 4 ايام. احنا هنلاعب صن داونز يوم 15 ويوم 22 يعني 7 ايام، لو باخد 3 ايام بعد المباراه اللي على ملعبي واربع ايام بعد المباراه قبل المباراه اللي خارج ملعبي السبع ايام خلصوا، فبالتالي ما ينفعش العب في الاسبوع ده مباراه. الجزء الثاني المباراة العودة صن داونز ومباراة السوبر الأفريقي يوم 22 ويوم 28، المفترض الاثنين خارج ملعبي فمحتاج 8 أيام راحة بين المباراتين، وبالتالي مباراة دجلة وسيراميكا كليوباترا تم ترحيلهم، والنادي الأهلي مشكورا كما قال رئيس الاتحاد هو اللي وافق على ترحيلهم عشان يلعب
بدون لاعبيه المنضمين للمنتخب الاولمبي. فقبل ما نقول تصريحات لازم نكون واضحين جدا وعارفين التصريحات دي خارجه ازاي وبتتقال ازاي، لان النادي الاهلي مش في مكان ابدا يسمح لي ان هو يتجامل من اي حد، خاصه ان اللي طلب تاجيلات في مباراه الكاس ما كانش النادي الاهلي يا كابتن هيثم. فكانت رساله مهمه جدا نوجهها للبعض وتحديدا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك لتوضيح موقف النادي الاهلي وقانونيه النادي الاهلي. صحيح، بالتالي كده احنا يعني لمينا الدنيا بشكل يعني نتمنى يعجب حضراتكم. خلينا نطلع لفاصل سريع ونستقبل بعد الفاصل الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي والاستاذ محمود صبري عشان نتكلم على الاحداث اللي حصلت الفتره الاخيره، ولكن بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية، رجعنا لكم. وطبعا النهارده معانا ناقدين كبار جدا في عالم الصحافه وعالم الرياضه، طبعا اسمحوا لنا نرحب بيهم الاستاذ محمد القوسي والاستاذ محمود صبري. اهلا بحضراتكم منورنا. اهلا بيكم. اهلا بحضراتكم منورين قناه النادي الاهلي. كابتن هيثم منورين الدنيا ان شاء الله. رمضان كريم. الله اكرم. الله اهلا بيكم. طبعا سعداء ان احنا متواجدين معاكم، ورمضان كريم عليك وعلى كل المصريين، وان شاء الله تكون فقره خفيفه على الاهلاويه. اتمنى ان شاء الله. يعني طبعا يعني بعد مباراه الاهلي وغزل المحله وبيان النادي الاهلي النهارده، اعتقد الوسط الرياضي كله في حديث عن فكره بيان النادي الاهلي الرياضي. وطبعا بما اننا في قناه النادي الاهلي فكره الهزيمه، فكنتوا شايفين الاحداث دي اخر بعد مباراه غزل المحله وبيان النادي الاهلي النهارده ازاي؟ بص، الموضوع مش بيان والموضوع مش هزيمه، الموضوع انه الامور كلها بتدور في حال فرقه النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي بتبقى في حالتها وشخصيتها بتخلي كل واحد يضع في يعني يوضع في مكانه زي ما بنقول. طول عمر الاهلي ومدرسه الاهلي على مدار تاريخها ورؤسائه السابقين اللي انا يعني عصرتهم في شغلي، من رحمه الله عليه الكابتن صالح مرورا بالكابتن حسن حمدي مرورا بالمهندس محمود طاهر حتى الكابتن محمود الخطيب، لا يتحدثون عن التحكيم ابدا ابدا، لم يلحظ. لكن انت بتيجي في وقت بتدي للبعض انطباع التزام لعيبه الاهلي بامانه شديده وادابهم داخل الملعب. صحيح. ربما يوحي للبعض الحكام اللي هم ما تعرضوش لضغوط، لانه غالبيه الحكام اللي انت شايفهم حاليا بيديروا غالبيتهم الا يعني جهاد جريشه ما تعرضوش لمثلا لملعب فيه 70 80 الف متفرج. بالزبط. كانت تبقى مشكله بالنسبه لهم الامور دي على فكره، ده لو في 2000 متفرج احنا عندنا مشكله. بنتكلم في النقطه اللي حضرتك بتقولها دي، بنتكلم فيها ان اللعيبه جوه الملعب مؤدبين جدا. لما انت تيجي تركبها مع الامور حتى مع اللعيبه اللي هم اللي انضموا للنادي الاهلي برضو تبقى المعايير مختلفه وبتديك حسابات اخرى. الاهلي محتاج ان هو لعيبته جهازه الفني المسؤولين عن التخطيط المسؤولين عن كل حاجة، انه درس مباراة المحلة ومن قبله مباراة سموحة ومن قبله مباراة اخرى الفريق راح وجي رجع فيها، وصبر الجمهور برضو، لانه احنا عارفين انه موسم ملتحم وموسم طويل وموسم جاي ومتلاحم مع بعضه، لكن انت عامل حساب الكلام ده، لازم تكون عامل حساب الكلام ده، لانه كمان انت هتكون راح مديك زيادة فداك اضافة 30 لاعب، فده كله صب في مصلحتك. تيجي عند اللي حصل امبارح يخليك نتكلم بامانه ومنطقيه لصالح النادي الاهلي، انه الفرقه محتاجه وقفه من الداخل، دي نقطه واحده. ملف التحكيم الاهلي صبر عليه بما فيه الكفايه، مش من السنه دي، ارجع للسنه اللي فاتت. صحيح. وامسك ورقه وقلم. صحيح. وهات فيديوهاتك وسجل، شوف انت المناطق اللي انت وقفت فيها وسكت، حتى لو كانت تعبيراتك او غضبك انك انت حبيت تمشي الفرصه، ده البعض الفرصه انه يتهاون في حقك. ولاحظ كثير من المواقف، كثيرا من المواقف في الفار، حتى الفار لم يشفع للاهلي، مش الموسم ده، مش البدايه دي، مش ماتش المحله بس، ده ماتشات اخرى. ولاحظ هناك جراءه غريبه جدا، جراءه مبالغ فيها من البعض حتى من الحكام الجدد على الاهلي بيستعرض. انا عاوز احكي لك ايه موقف في مباراه بيراميدز وطرد ديانج، الكوره اتلعب الحكم مدى انذار ومشي الملعب للفار، رجعه واداله كارت احمر بالظبط في الماتش، محدش يتكلم. وكثيرا من ايه الحاجات اللي انت تقف عليها، مش لازم تقف عند يعني التحكيم ونقول انه الناس هتقول لك ايه ده هيطلعوا التحكيم عشان يغطوا على الاهلي، مش كده يا جماعه. صحيح. انا عايز اخد من حضرتك نقطه مهمه جدا. الاهلي مش كده. واروح للاستاذ محمد القوسي. استاذ محمود صبري بيقول ان لعيبه النادي الاهلي ادابها في الملعب وعدم ضغطها على التحكيم خلى التحكيم مستباح. جانب اخر بيقول ان انت في الاعلام النادي الاهلي او لما تصدر بيان من النادي الاهلي المفترض ان انت ما تعقبش على التحكيم. فالحقيقه بقى احنا نفتح الشباك ولا نقفله؟ نقفل الشباك.
حقيقه يعني ده موقف صعب جدا يعني. اتفق طبعا مع اخويا محمود صبري في كتير من الكلام اللي قاله، لكن فعلا الادب بتاع لعيبه النادي الاهلي يعني، انا بشوف لعيبه كتيره جدا في فرق كتيره جدا في ماتشات بتضغط على الحكم وتجبره انه يروح للفار وتوقف في لعبات كتير جدا كانت ممكن تمر في فرقه تانية، ضغطوا على التحكيم بشكل كبير جدا وقدروا ياخدوا منها حاجات غير مستحقه يعني. وده يمكن شفناه حتى في الماتش الاخير بتاع الزمالك وبيراميد في ركله جزاء اصلا يعني. كثيرون خبراء التحكيم اكدوا، كل خبراء اكدوا ان هي ليست ركله جزاء، لكن مع هذا الضغط الحكم كان ممرر الماتش والامور ماشيه عاديه جدا، لكن الامور عدت يعني. في واقعة زي واقعة مثلا اعتداء مثلا طارق حامد على عبد الله السعيد مثلا، لعيب ما اعترضتش فالحكم مر. ففي حاجات كتير جدا يبدو ان الحكام يحتاجون الى بعض الضغوط. وانا عايز اتكلم على جزئيه التحكيم، يعني هخرج من دي معلش على جزئيه التحكيم. اتفضل. التحكيم المصري حاليا يمر باسوأ مراحله. ده حقيقي. ودي على فكره دي مش راي، دي معلومات. الفار المصري حتى الان لم ينجح، لقد رسب في الامتحان تقريبا يعني. خبير تحكيم كبير جدا قال لي الفار في مصر صفر، لان الحكام لم يجهزوا ولم يعدوا ولم يكن لهم اي دورات تدريبيه، بدليل انك انت مش امكانيات بس، الموضوع بشري كمان. لا لا طبعا يعني انت جايب حكم لماتش الاهلي والمحله الاخير، حكم يعني ليس لديه خبرات، حكم ليس لديه قدرات، حكم صغير، حكم بعيد، حكم لم يجهز بشكل كبير جدا، بيدير مباراه كبيره زي كده، بدليل ان هو لم يستدعي الحكم في وقعه محمد هاني، لم يستدعي الحكم في وقعه فتح الله. بس انا اختلف مع حضرتك، اختلف مع حضرتك في نقطه حكم فار مباراه الاهلي وغزل المحله الحكم سيد شعبان، لان نفس الحكم ده كابتن او اسمح لنا اسف يا استاذ محمد، نفس الحكم ده هو اللي احتسب ركله جزاء على وادي دجله في الدقيقه 89 لصالح نادي الزمالك، لم يراها الا سيد شعبان لما جاب الكاميرا من الزاويه اللي خلف المرمى، لكن اعترض لعيب الزمالك عنده من الكفاءه ولا اعترض جهاز فني للزمالك. اذا اشدنا بيه هنا في قناه النادي الاهلي وقلنا انت حكم متميز. تمام. وجبت لقطه ما حدش شافها، مستحيل يا كابتن يكون نفس الحكم اللي جاب اللقطه دي هو نفس الحكم نفسه مرات لقطه محمد. اذا هناك معايير مختلفه. بالظبط. دعنا نتفق على معايير مختلفه. ممكن عرضت انت كابتن اسامه لقطه لماتش المقاولين، ركله الجزاء بتاعت احداد وركله الجزاء بتاعت محمد هاني، نفس اللعبه ونفس الفاول ونفس التحام محمد هاني اقوى، ونفس التحام والتحام محمد هاني واضح جدا، ودي احتسبت ركله جزاء ودي ما احتسبتش ركله جزاء. محمد معروف نفسه اللي في ماتش الزمالك والمقاولين عرضنا اللقطه، طرد لاعب مدافع المقاولين لما عرق المهاجم الزمالك، امبارح مباراه غزل المحله نفس اللقطه بالظبط، ادى انذار فقط لفتح الله. بالظبط. والانذار يعني مثلا الاحتكاك اللي عمله بولي اول ما نزل خد عليه انذار، والجريمه اللي ارتكبها محمد فتح الله ما خدش عليها انذار. فطبعا في حاجات كتير جدا. طب استاذ محمد خلينا لعيبه الاهلي خلينا استاذن حضرتك، يعني احنا عملنا تقرير اتمنى حضراتكم تشوفوه وتقولوا رايكم عليه، تقرير عنوانه الاهلي والتحكيم معاناه لا تنتهي. خلينا نشوف مع الساده المشاهدين التقرير ده ومع ضيوفي ونرجع نعلق عليه. بين ركلة جزاء لم تحتسب وأخرى تم احتسابها عليه، وتسلل ليس له أساس من الصحة، وهدف سليم تم إلغاؤه، وطرد لأحد لاعبي المنافس غض الحكم وحده عينه عن رؤيته، عادت من جديد معاناة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع التحكيم وكوارثه التي كلفت المارد الأحمر خسارة الكثير من النقاط في رحلته نحو الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الممتاز. تحمل الأهلي الكثير من أخطاء الحكام منذ بداية الموسم الجاري مثلما كان الحال في الموسم الماضي، ولم يشأ أن يصعد الأمور وفضل السكوت كثيرا من أجل منح الثقة للحكام المصريين ودفعهم نحو تصحيح الأخطاء والسير نحو الطريق الصحيح وسط دعم لا محدود من إدارة النادي التزاما بواجبه كأكبر الأندية المصرية والإفريقية. لكن الأمور فاقت الاحتمال وبلغ السيل الزبا مع الأخطاء المتكررة للحكام منذ بداية الموسم الجاري، مما دفع الفريق ثمنه غاليا. وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير في مباراة المارد الأحمر أمام غزل المحلة التي شهدت أخطاء تحكيمية فجة من التغاضي عن احتساب ركلتي جزاء للفريق، واحدة منها لمحمد هاني والثانية لحسين الشحات، كما تغاضى الحكم عن طرد مدافع غزل المحلة بعد قيامه بعرقلة محمد شريف مهاجم الأهلي وهو منفرد بالمرمى.
فضلا عن إحراز المنافس لهدف الفوز من فاول غير صحيح بشهادة كل خبراء التحكيم. وفي ظل هذا الواقع المظلم وعدم تصحيح لجنة الحكام لمسار التحكيم وعلاج الأخطاء المتكررة من الحكام في حق القلعة الحمراء، طالب النادي الأهلي رسميا من اتحاد الكرة إسناد كل مبارياته المتبقية في البطولة لحكام أجانب من أوروبا مع تحمل النادي لكافة التكاليف وفقا للائحة لجنة المسابقات في اتحاد الكرة. كما طالب الأهلي اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة حال رفض طلبه بإظهار الحقيقة للرأي العام وإعلان أسباب الرفض. كما طالب الأهلي في خطابه بمعرفة أسباب التعنت معه في جدول مبارياته ببطولة الدوري دون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والضغط الكبير الذي يتعرض له بخوض مباراة كل يومين، مما تسبب في خسارته للكثير من نجومه الذين سقطوا نتيجة الإصابات والإرهاق. الظلم الذي تعرض له الأهلي أمام غزل المحلة لم يكن الأول، فسبقه الكثير خلال مباريات وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وبيراميدز، وخسر الأهلي خلالها نقاطا مهمة كانت كفيلة بوضعه على قمة جدول الترتيب بفارق كبير عن كل منافسيه. ولم يعد بعد كل هذه الأخطاء السكوت ممكنا، لأنه سيكون جريمة في حق الأهلي وجماهيره التي تثق في مسؤولي النادي وفي قدرتهم على الدفاع عن حقوقه والحفاظ على هيبة الكيان. أعتقد الصورة خير دليل على الأخطاء التحكيمية الفجة اللي ضد النادي الأهلي، لدرجة أن حتى هدف في المباراة بالأمس هدف من فاول غير صحيح. ويمكن كنا مع حضراتكم قبل التقرير واتكلمنا مع الكابتن القوسي أستاذ محمد القوسي عن فكرة المعايير المختلفة بين التحكيم والفار وتقنية الفار ورسوب في تقنية الفار. حابب أسأل سؤال أنا سمعته من خبير تحكيمي الكابتن جمال غندور، قال ليه ما يتمش الحكم الفار يكون حكم معتزل أو حكم دولي عقد مرة السن الدولي بتاعه ويجي هو يدير القصة دي بحيث يكون خبرته أكبر من حكم الساحة؟ هل حضراتكم بتتفقوا مع وجهة النظر دي وهي قابلة للتنفيذ ولا لا؟ ازاي يعني مثلا كابتن جمال غندور يجي هو حكم الفار؟ يعني قصده اقول الحكم الفار مش محتاج مجهود بدني، هو قاعد ده عايز عين بس، عايز عين. لما زالت المشكله في حكم الفار هو عدم القدره على تحليل الصوره، في مشكله في تحليل الصوره، في مشكله كارثه ومصيبه انه وجهات النظر بتلعب دور في المساله والضمير يعني الضمير المشكله الالوان يا جماعه مش هينصلح الحال الا لما الناس يعني تيجي عند الالوان وخلاص تختفي وتخاف من ربنا. دي ناس غريبه جدا، لما تلقى نفس اللعبه بتتكرر تتحسب لفريق وما تتحسبش لفريق تبقى دي مشكله في حد ذاتها، دي تحتاج تبقى في قرارات. طيب هياخد ايه النادي الاهلي واي فريق غير النادي الاهلي منك توقف للحكم او تعاقب لي؟ مش عارف، مش هاخد حاجه. ما انت خلاص ممكن ضيعت موسم مجهود اداره نادي ويعني موضوع كبير جدا. لكن انا عاوز اقول لك على حاجه، احنا بنرجع لنفس الكلام والهيصه اللي اتعملت لما جه المهندس احمد مجاهد وقال لك انا هلغي الفار والشركه مش عجباني وبتاع. يا جماعه مش مسالتنا انك تلغي الفار، مين القائمين اللي انت اخترتهم او الناس اللي اتدربت دي؟ عشان كده طب يعني رايك في الفكره دي يا استاذ؟ لا بس اصل خلي بالك، هتقدر تجيب الناس اللي اعتزلوا وتديهم فرصه مثلا تقول لهم اشتغلوا انتوا فار؟ هيحتاجوا فتره تجهيز على الاقل كام؟ 6 شهور على الاقل. ابتدي بس ده الكلام اللي هو حاطط ضيحه عاملها. لما اكون بعاني حاليا من التحكيم الفار فلازم ادور على حل بديل ماشي حل بعد 6 شهور. ماشي يا اسامه، بس المساله دي هحل انا الكلام ده دلوقتي؟ موسم خلاص مفاعل عشان تجيب الناس دي؟ هقول لك ايه يا عم؟ جهز الناس دي وابدا استعداد لمين؟ للموسم الجاي بالزبط. مثلا على اساس خلي بالك الموسم الجاي هيبقى اصعب من الموسم ده، لانه ايه برضه لازم نيجي فتره اتحاد الكوره يعمل حاجه، يعمل موسم استثنائي يلم الدنيا عشان الناس تهدى وبعد كده نبدا نرتب نفسنا. لكن مرينا في الكلام والضغوط ده هيبقى في مشكله. الحاجه الثانيه مساله التوريث في التحكيم، ما كل حكم جايب ابنه وجايب ابن اخوه وجايب ابن خالته. خلي بالك عندنا في حكام في 60 حكم معاهم 60 حكم، كل واحد جايب حكم بيدربه في حته ايه مساله بالظبط. الجزئيه جزئيه الانتماءات والمصالح، وانت خلي بالك ولازم تبقى واعي جدا، تحول انديه الدوري تدريجيا من انديه شعبيه الى انديه راس ماليه بصوره واضحه متوحشه، هيبقى ايه مساله ايه؟ ان انا بشتغل في المكان ده واشتغل في المكان ده واشتغل في المكان ده وعندي مصلحه مع اسامه وعندي مصلحه مع هيثم وعندي مصلحه مع محمد.
إذا استمر الوضع على هذه الحالة الأمر هيبقى في كارثة قدام، مش النهاردة وبكرة. الواضح النادي الأهلي الكبير بطل أفريقيا بيتعرض للمسائل دي ولكن موقفش عندها. ليه؟ لأنه تركيزه كله كان في الملعب وبيكبر على أي حكم إنه يخلص الدنيا. اللي أنا عايز أقوله لك إنه الأهلي على مدار التاريخ اللي أنا ذكرت لك من كابتن صالح رحمة الله عليه ومرورا بالناس دي كلها ما حطتش في اعتباراتها الحكم، لأنه أدائك في الملعب كان بيخلص إيه؟ بيخلص. بل هل معنى ذلك تركيزك في الملعب وفوزك بالبطولات طول الآخر يخليك تنسى ما تتعرض له من تجاوز؟ لا، بس تكرار عندك تكرار في إدارة بترصد وتطلب توضيح وتحليل، لأنه في كثير من اللحظات أنت بتبقى فايز 2-3 والحكم اتغضرك عن ضربة جزاء وهدف صحيح وأنت بتعدل أنك خلصت الماتش. لا بالزبط. ما أنت تغفلك عن المسائل دي وصلك لمرحلة إيه؟ أنه خلاص أصبح دمك مباح لأي حكم جاي عاوز يشوف نفسه فيدي قدام إيه؟ لعبة الأهلي وقدام الناس. أنا بظلم الأهلي أهو، أنا مش خايف منه. فأصبحت دي مشكلة مترصدة عند إيه؟ مش من الحكم اللي في الملعب بس، لا، الأخطر واللي بيكبره هو اللي قاعد جوه، واللي قاعد جوه أنت بتعرفوه. من النهاردة لازم نعرف مين الناس اللي قاعدة جوه دي ومين دورها إيه، بتعمل إيه، وقرارها فين. ليه؟ لأنه القرار اللي جوه ده بيأثر على اللي بره، ده المفروض اللي بره لا يهتم مدام هو واثق من قراره. ولاحظ أنت في كثير من الحكام بتلقاه في احتسابه لضربات جزاء أو حاجة على النادي الأهلي بيبقى عنده من الشجاعة ويطلق الصفارة بقوة، في حين لما تبقى الحاجة لصالح الأهلي يتوارى يتخفى يحاول ان يبعد عن الكاميرا بصوره او باخرى. طب خلينا نقول حاجه برضو يا استاذ محمد القوسي برضو، يعني حته مهمه جدا. احنا كنا متخيلين ان بعد وجود الفار كعامل مساعد في مباريات الدوري العام ان هنلاقي الاخطاء التحكيميه هتقل، وكان كل الناس عشمها كده، لقينا العكس. تفسر ده بقى يا استاذ محمد. ايوه، المشكله ان الحكم الملعب اصبح بيعتمد على حكم الفار بدرجه كبيره جدا، لدرجة ان هو بيعتقد نفسه ان هو مساعد لحكم الفار، مع ان الحكم الفار هو اللي المفروض يكون مساعد للحكم، وهو اللي يكون المرجعية بتاعته اللي توضح له بعض النقاط. يعني المفروض كل حكم مصري موجود في الملعب بيحكم وكأن ما فيش فار خالص، زي ما بنشوف في اوروبا. احنا في ماتشات في اوروبا ما بنلاحظش ان الفار موجود اصلا. صحيح. فالمفروض الحكم يشتغل على هذا الاساس. دي كانت محتاجه ترتيب ومحتاجه تجهيزات ومحتاجه ناس يكون عندها خبرات كبيره جدا. الحكم اللي في الملعب بيكون عنده ثقه في نفسه بحيث ان هو ياخد القرار من غير ما يرجع الفار. طب ده مش مفروض يبقى الامور حتى التواصل بينهم احنا ممكن لجنه الحكام فيه. يعني اللي حضرتك شايفه ده لجنه الحكام ازاي مش شايفاه؟ بص يا كابتن هيثم، واللي انا بقوله ده معلومه، ما عندناش حاجه اسمها لجنه حكام، لا توجد لجنه حكام. الاهم يا استاذ، لا انا عايز اقول المعلومه دي واكد عليها يا كابتن اسامه، يعني لجنه الحكام لا دور لها، شخصيتها ضعيفه وشخصيتها متراخيه. الذي يدير لجنه الحكام هو رئيس اللجنه الثلاثيه، والذي يفعل كل شيء والذي يعمل كل شيء في اللجنه وغير اللجنه. لا توجد لجنه في اتحاد الكره اساسا. بالظبط. اين هي لجنه اتحاد الكره؟ اين لجنه المسابقات؟ اين لجنه شؤون اللاعبين؟ اين لجنه الحكام؟ اتحلت؟ مفيش اي لجان اتلغت يعني. مفيش يعني. الاتحاد الان هو المهندس احمد مجاهد بس، فقط لا غير. اتحاد الكره هو المهندس احمد مجاهد، وكره في مصر يا احمد مجاهد، واحمد مجاهد هو الكره في مصر. طب ما كده التحكيم هيفضل نفس المشكله، هيفضل عندنا. أيوة، مشكله اعتمادك على حكم الفار وهو ما عندوش التدريب مثلا الكافي. يا كابتن، ما هو مين اللي هيعمل ده؟ ما هو مستحيل شخص يدير منظومه الكره في مصر. انا هنا بقى عايز اقف عند النقطه دي. الاستاذ محمود صبري قال مشكلتنا الضمير، حضرتك قلت مفيش معيار ثابت ومفيش لجنه تحكيم. هل ده بقى حان الوقت ان يكون في لجنه تحكيم محترفه مثل دوريات اخرى زي الدوري السعودي، ويجي رئيس لجنه حكام اجنبي يحط للمنظومه دي الاسس اللي نقدر نمشي عليها، ولا الامر يا استاذ محمود خلاص اتقفل بسكه الضمير؟ لا لا يا اسامه كده انت لازم اسطب بقى يا اتحاد الكوره. احنا هنعمل رابطه المحترفين اللي احنا بنحلم. لازم اتحاد الكوره يطلع بره الرابطه، لازم رابطه للانديه، رابطه محترفه بيديرها ناس بتتقاضى مبالغ لتنظيم البطوله والحفاظ عليها. ليه؟ لان تستطيع انك تبيع المباريات دي بملايين، وتبيع عن الدوري المصري دوري قوي ومتشاف ومتشاهد. الان الانديه، الان دوره رابطه محترفين، الان لجنه حكام محترفه بمقابل اجيب ناس من بره. بالظبط. واحنا تدرب المنظومه من الاول يعني. يا ريس احسن من اللي بره يعني، احسن لا. من السعوديه علمت، تشوف المستوى، الدوري الاماراتي، الدوري السعودي، الدوري القطري، الدوري في الجزائر، الدوري في المغرب، فيش مشاكل. لكن عاوز اقول، هل معنى ذلك ان انا احنا هنا بنقول ان احنا عاوزين نموت التحكيم المصري؟ مش ضد التحكيم المصري. الاهلي الوحيد لا يعترض في يوم من الايام على التحكيم المصري، وكنا نعرف ان مباريات القمه بيديرها
حكام اجانب بقرار سيادي مش بقرار يعني من اتحاد الكوره، لانه ده ليه ظروفه الخاصه. وحتى لما اتحاد الكوره اصر على الطاقم اللي حكم المباراه اللي فاتت الاهلي التزم وكان اكثر الملتزمين ولم يخرج يعترض الاهلي. لكن الان انا بقول مباراه القمه اللي جايه في ظل الاجواء يعني الساخنه دي تحتاج بالفعل الى حكم لا يخرج. لا خليني قبل ما نتكلم محتاج طاقم حكام محمود، لا انا عايز اروح لمباراه القمه، بس خلينا نطلع لفاصل لان لازم نطلع لفاصل، بس الموضوع ده لازم نقف عنده ونديله وقت. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع وهنرجع نكمل كلامنا طبعا عن معاناه النادي الاهلي مع التحكيم مع ضيوفنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا طبعا مع الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي وايضا الاستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي. الحقيقه النهارده النادي الاهلي يا استاذ محمد اجي لحضرتك، ويمكن سؤالي طبعا محتاجين تعليق من حضرتك. النادي الاهلي النهارده في بيانه اشار الى الماده رقم 110 جيم في لائحه او شؤون الحكام، وتكلم النادي الاهلي في بيانه دائما ابدا النادي الاهلي بيعمل بنظام مؤسسي، يقرا اللوائح جيدا، يعرف حقوقه فين، ثم يتحرك بعد ذلك للدفاع عن حقوقه. هو ده النادي الاهلي تعلمنا كده وشفنا كده، ودائما ابدا النادي الاهلي بينجح في كده. النادي الاهلي النهارده اشار لهذا البند، واشار ان من حق النادي الاهلي طلب استقدام يعني الحكام الاجانب. وخليني استعرض مع الساده المشاهدين هذا البند. البند جاي في الباب الثاني الفصل الرابع شؤون الحكام. بتقول ايه الماده 110 جيم؟ بتقول في حاله طلب اي نادي تعيين حكام اجانب لاي مباراه مشارك فيها ووافق الاتحاد، وهنحط خط تحت وافق الاتحاد اعرف راي ضيوفنا فيه، على تلبيه طلبه، يلتزم هذا النادي تمام بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والاقامه الى اخره بالعمله الاجنبيه قبل موعد المباراه باسبوعين على الاقل. الماده 111 وراها على طول بتقول ايه؟ بتقول يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام اجانب للمباريات الهامه ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد. أستاذ محمد القوسي كلام واضح ولايحة واضحة ما فيهاش أي كلام يعني للتبرير. عايز أسمع تقلي حضرتك وكمان تعليقك على موافقة الاتحاد. تمام. وفي حالة عدم موافقة الاتحاد إيه الوضع؟ تفضل أستاذ. تمام. حضرتك قلت لي إن الأهلي مؤسسة. تمام. المفترض إن بيتعامل مع اتحاد الكرة مؤسسة وليس أفراد. اتحاد الكره مؤسسه كبيره جدا عمرها 100 سنه زي ما الاهلي 114 سنه. اذا احنا بنتعامل مع مؤسسات ومع لوائح ومع قوانين موجود. هذه اللائحه اللي ورثها الاتحاد الحالي اللجنه الحاليه عن اللجنه السابقه، صحيح، اللي بدا بها الموسم اللي المفروض يكمل بها الموسم من بها الموسم، يعني من حق اي نادي ان يجيب حكام اجانب. النادي الاهلي بيستخدم هذا الحق. الاهلي شايف بيتعرض لظلم كبير جدا، شايف بيتعرض لغبن كبير جدا، شايف بيتعرض لازمات تحكيميه كبيره جدا في الغالبيه العظمى من المباريات. وإذا كان الأهلي تساهل في بعض الأوقات عشان الأمور تمر وعشان الأمور تمشي وعشان ما يقولوش إن الأهلي طول الوقت بيتكلم عن التحكيم، فبالتالي بات من حق الأهلي الذي طلب حكام أجانب أن يلبي له اتحاد الكرة هذا الطلب طبقا للائحة اللي عنده وطبقا للائحة. لكن دلوقتي الموقف إيه؟ لو اتحاد الكرة دلوقتي ما جابش حكام أجانب ورفض إنه ما يجيبش حكام أجانب، ماذا بوسع النادي الأهلي إن يفعل؟ هل الاهلي يعني يرضخ لهذا، ولا الاهلي يسيب لهم المسابقه او يمشي، ولا الاهلي يعمل ايه؟ هو السؤال، ولا الاهلي يستكمل ازاي؟ هو السؤال يعني. انا بمنح حق الانديه دلوقتي انها تجيب او تستخدم حكام اجانب لمباراتها، ليه بحط شرط اذا وافق اتحاد الكره؟ ليه؟ هل عشان اتحاد الكره برضه يدير الامور بطريقته وبشكله هو ويستبعد التحكيم المصري اللي النادي الاهلي بيعاني منه؟ هل في الافق قرارات معينه في الدماغ بيتم دفع النادي الاهلي ليها عشان النادي الاهلي يتم اجباره على انسحاب من المسابقه، او بيفكروا في الغاء المسابقه مع منح بند الجداره لانديه اخرى بتستفيد من التحكيم المصري؟ بند غير واضح بالمره. يعني الهدف ايه؟ معلش يعني دلوقتي لو جه اتحاد الكره قال لك انا مش موافق على هذا البند، لازم يقول لي اسبابه ايه؟ اطلع انت بتقول لي مش موافق على سبب. انا واجه الراي العام زي ما البيان قال، انا رجاوب على تساؤلات الجمهور، قول له انا مش هجيب حكام اجانب ليه؟ بالظبط. تطلع توضح يعني تقول للراي العام انك مش هجيب حكام من 1 2 3 4، لكن واضح ان حكامنا المصريين مع احترام التقدير ليهم ان في اخطاء كارثيه، في اخطاء مؤثره على نتائج المباريات، في ظلم واضح. تكررت يا استاذ محمد الاخطاء، تكررنا شفناه وفي المقدمه كل حاجه تكرار حاجة. ممنهج للاخطاء التحكيميه. طبيعي جدا دلوقتي ان اتحاد الكره يوافق على طلب الاهلي، ولا سيما ان الاهلي عارض ان هو اللي هيتحمل تكاليف هذه المباراه الحكام، هؤلاء الحكام الاجانب، الا المباريات
اللي هي ذات حساسيه وذات ظروف خاصه، والمقصود بها بالتحديد مباراه الزمالك. بالظبط هي دي المباراه المقصود. من كلام استاذ محمد وفكره اذا وافق اتحاد الكره، عندنا واقعه شهيره جدا، وتقريبا كان ناس مسؤولين في الفتره الحاليه برضو مسؤولين في الفتره الماضيه، لما طلع رئيس نادي سموحه في نهائي كاس مصر بصوره لشيك تم تقديمه للاتحاد لجلب حكام اجانب، ورفض الاتحاد المصري، وكان عندنا تصريح شهير جدا لان النادي الاخر محتاج ياخد بطوله. هل الامر هيفضل مستمر معانا بالشكل ده، ان لما فريق يكون محتاج بطوله اصدر تحكيم مصري للفريق، ولما طالب انا وانا هدفع فلوس اجيب التحكيم الاجنبي يتم رفض طلبي؟ عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. الاهلي في قراره وفي طلبه وتمسكه باللائحه لا يشكك مطلقا في قيمه واحترام التحكيم المصري، لازم بوحدي، لكن انا برفع عنك الحرج في اللقطه دي في الوقت ده بالذات عشان ما ايه المسائل، لانه في راي عام جماهيري كبير جدا. ليه معلش معلش سؤال مهم. لا معلش انا اسف انا اسف لبقطع حضرتك. ليه الاتحاد ما وافقش؟ معلش انا اسف يا استاذ محمود لان دي لها تساؤل مهم جدا. ليه مباراه الاهلي والزمالك اللي فاتت كانت مباراه حساسه وجماهيريه، ليه ما وافقش على استقدام حكام اجانب؟ معلش يعني حضراتكم جاوبوني على السؤال. ما انا بقول لك اهو، اللي هو راى انه الفرصه بالنسبه له، هو لسه جاي متولي المسؤوليه جديد، انا عاوز استعرض واثبت ان انا عندي وجهه نظر صح، واختار طاقم تحكيم وفرضته بالامر. هو مش فرضه بالامر، هو اخذ راي المسؤولين الناديين، ومسؤولين الناديين مع ضيق الوقت والظروف استجابوا للامر. لا 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 بس ما كانوش موافقين. ثواني بس، لا ما كانوش موافقين. ثواني بس، انا بس رايحك بس في حاجه بس. ما كانش يستطيع ان هو يفرض. والزمالك هدد انه مش هيلعب الماتش. بس انا كنت بتكلم عن موقف الاهلي. موقف الاهلي كان واضح ببيان رسمي. انا واخد ماني اسامه، بس انا بقول لك ايه، ما كانش برضه يستطيع انه يفرضه بالامر الواقع الا لم تكن هناك اتصالات بين الاطراف الثلاثه لقبول الامر بتعيين تحكيم مصري في هذه المباراه. يعني عايز اقول لك ايه، لا لا ما حصلش. لا انا هقول لك وجهه نظري. وجهه نظري فيها اللي هو ما فرضش الموقف الاهلي. احنا بنقول ايه، انه الطاقم الحكام الاجانب الاهلي والزمالك، احنا عارفين انه ده مش قرار لاتحاد الكوره، ده قرار من مجلس الوزراء من فتره التسعينات، واحنا شايفين الامر. تمام. اتحاد الكوره لما جه الفتره دي احمد مجاهد من وجهه نظره شايف انه حابب البند ينتصر. البند لا، هو بيقول انا حبيت انتصر. البند الثاني واضح، البند الثاني واضح في حاله طلب تاني، في حاله طلب. معلش معلش في حاله طلب. لا لا مع هو لا عشان هو معروض على الشاشه. ده ما انا عارف. يتحمل الاتحاد تكاليف استخدام حكام اجانب للمباريات الهامه ذات الحساسيه الجماهيريه. دي شو دي خلاص، ده بند منتهي. ده بند منتهي، هو مباراه الاهلي والزمالك. هي كابتن هيثم دي الشروط مع العين على راسنا. لكن انا بقول لك على حاجه، لو ما كانش في من الناديين استجابه للقرار، ما كانش يستطيع اتحاد الكوره يجيب حكام يعين حكام مصريين. لو ما كانش في استجابه. تمام. مش عاوز اقول لك ما فرضش عليهم. دلوقتي يا استاذ محمود، دلوقتي النادي الاهلي بيطلب رسميا حكام اجانب. صحيح. تمام. نادي الزمالك برضه قبل النادي الاهلي طلب حكام اجانب. بالله عليك لازم ناكد ان موقف النادي الاهلي كان رافض لفكره استخدام حكام اجانب للمباراه الاولى، والكابتن محمود الخطيب طلع في بيان وقال ان انا قلت مش مناسب التحكيم المصري لهذه المرحله ونرجو تحكيم اجنبي. ده صحيح. اتحاد الكره هو اللي اصر على موقفه لانه هو اللي بيدير المسابقه، وانا نادي المفترض ان انا هروح والتزم والعب المباراه والا هعتبر منسحب. تمام. فبالتالي موقف النادي الاهلي كان رافض. انا بكلمك على فكره، انت فهمت كلامي وجهه نظري غلط. غلط. انا بقول لك انه ما كانش يجرؤ اتحاد الكره انه يقدم على هذه الفتره الا لو ما شعرش من الطرفين اللي هم الناديين بالرضا والزمالك ان هم قبلوا يعني سكتوا شويه وقالوا خلاص هنعديها. ده الامر، مش بقول لك رفض الاهلي. الاهلي كان متمسك بموقفه يعني. لا معلش. والزمالك كان متمسك بموقفه. لا تمام. امر واقع. ما انا بكلم، ما هو ده اللي انا بقوله لك. بقول لك بس عاوز اقول لك ايه، لو كان الاهلي تمسك والزمالك مثلا تمسك، ما كانش هيبقى في حكام. الزمالك ما تمسكش. ما انا بكلمك اهو لو حصل يعني. لكن عاوز اقول لك ايه، الامر كان ماشي على ايه. لا في اصابات. قال انا هلعب. انا هلعب خلاص بقى. انا عندي بقى خلاص انا عندي فرصه وخلاص. لكن يا جماعه طب في المباراه الجايه دي، المباراه الجايه انا خلينا بس في المباراه الجايه. بس عاوز اقول لك على حاجه، انت هنا في ازمه جايه. انت اما هنا بتجبر الاهلي وتحط له ازمه وتصعد الامر وتجبر الاهلي كانك بتقول له خلاص يعني عاوز تمشي انسحب من البطوله انسحب او الكلام ده، لكن الامر في غايه الخطوره لانه في رد فعل للشارع الاهلاوي هيبقى مش سهل، في رد فعل للجمهور الامر مش عادي. خاصه ان في تعنت. لابد لاتحاد الكوره. لا في تعنت يعني واضح. عاوز افكره بس انه احنا فتره مرينا بيها، مش يعني مش يعني اعتقد احمد وجهت موجود فيها، في فتره مرينا فيها يا جماعه كان بيرونز اللي بيطلبه بيتعمل له حكام. اغلب مباريات المسابقه كانت جت كلها من بره، كنا بنشوف حكام كل الموسم اللي فات، موسم كامل بحكام اجانب. ما كانش حد ايه يعترض، والناس كلها كانت ما حدش اعترض، والناس كلها على فكره
قرار بيراميدز وقتها بانه استدعى اغلب حكام اجانب، ده هو اللي منح الاهلي الدوري. اقول لك ليه؟ لانه كل المباريات استاذ صبري اشمعنى اتحاد الكره كان بيوافق ساعتها؟ لا ما دي بقى علاقه دي يعني لا يعني مش عاوز اقول لك لا يعني دي وقتها علاقات قوية جدا تحت مسمى انها تجربة جديدة ولازم نساعدها ولازم تنجح. النادي الاهلي عظيم يا استاذ، لكن النادي الاهلي طالب بحقوقي بس ثواني بس استاذ محمد انا شايف لكن النادي الاهلي لازم انا اجي مفيش مبرر للرب. انا عاوز ابين انا عاوز ابين استخدام حكام ان انا قوي في ضد النادي الاهلي، عاوز ابين للناس الاطراف التانية انه الاهلي مش هيكسرني، هندخل في صراع كده، لكن هو مش مدرك خطوره الامر يا باشا. يعني دي الاهلي استاذ محمود يا جماعه الاهلي لايحه وهو ملوش الحق ابدا انه ما بيطلبش الحقوق مختلف على اللوائح. انا بقول لك التفكير هيبقى في في الاتحاد هيبقى في ازمه. هو عاوز يبين انه الاهلي مش هيلوي دراعي والاهلي مش هيسكت وجمهور الاهلي مش هيسكت، هو ده الامر. فانا عاوز اقول لك ايه، هيبقى في مشكله وصراع، يا اما يبقى في عقلانيه في تناول الامور صح وحل والاستجابه للطلبات، يا اما يبقى في ازمه. أه؟ واعتقد الاهلي يملك من الاليه بادارته انه يستطيع انه يتجاوزها، وعنده وجهات نظر مختلفه. ربما هو في طرح وشرح ان انا خلاص يا جماعه ادي اللائحه بتاعتكم، طب بقول اللائحه بتاعتي بس خلاص. استاذ محمد هل اتحاد الكره لو ما جابش حكام اجانب لوراه القمه هيكون عنده اسباب يقدر يعلنها للراي العام زي ما طلبوا النادي الاهلي؟ انا طلبت بحكام اجانب لمباراتي وعلى حسابي وطبقا للائحه، وانا بطالب للمباريات الحساسه اللي زي مباراه الزمالك حكام اجانب بعد التعرض لظلم واضح جدا في المباريات. تمام. فهل اتحاد الكره هيبقى عنده من الشفافيه اللي يطلع يقول اسباب رفض ده في حاله انه رفض في وقت كان بيوافق لانديه اخرى على الموسم كله التحكيم الاجنبي حتى الموسم كله مبارياته ومباريات الخصوم والمنافسين. ويمكن كان في تصريح شهير للكابتن علاء نبيل، انا مره بلعب بحكم خامس ومره بلعب من غير حكم خامس. لا انا شايف اتحاد الكره يعني ما عندوش مبررات. يعني اتحاد الكره لما خدها في المره اللي عدت كان كل هدفه ان انا عايز افرض التحكيم المصري على الاهلي والزمالك باي شكل من الاشكال، وان انا عايز انجح التحكيم المصري واعمل ده، والى حد ما ربنا وفق الحكم وكان موجود يعني. لكن انك تفرض ده بلي الذراع في المباراه القادمه فده هيعمل توقع ان ممكن يحصل فيه مشكله كبيره جدا طبعا. يحصل فيه ازمه كبيره جدا في الوقت اللي هو كده بيخاف لقيته ازمه كبيره جدا داخل المباراه نفسها وفرقه تسيب الماتش تلعب وتحصل الازمه هيكون عملها اتحاد الكوره. ليه؟ لان هو خلف لايحته اللي هو حاططها واللي بيقول ان من انا بطالب اتحاد الكوره دلوقتي. اتحاد الكوره دلوقتي ليس امامه الا تنفيذ اللائحه اللي هو مقدمها للانديه بطلباتها. انا قلت انت عايز حكام اجانب بتكاليفك، خلاص اتفضل حضرتك هات وتجيب لي الحكام وانا اتحمل تكاليفك. مش اي حكم، حكم ليفل 1. اذا اتحاد الكره اصر على هذا الموقف فهو يعني هيدخل بالدوري المصري في النفق المظلم اللي هو عايزه وكمان لو عاوز يجرك معلش. هو النادي الاهلي كان واضح جدا في بيانه واللائحه واضحه جدا. باختصار شديد اتحاد الكره انت عليك تستجيب لتنفيذ اللائحه وتاتي بحكام اجانب للمباريات الحساسه وعلى راسها مباراه القمه، وطلب النادي الاهلي الشرعي تماما بعد التعرض لظلم تحكيمي من التحكيم المصري ان النادي الاهلي يجيب حكام اجانب او حضرتك تستخدم حكام اجانب ليفل 1 وبحساب النادي الاهلي. في حاله رفضك كاتحاد كره مطالب النادي الاهلي عليك ان تواجه الراي العام وتعلن اسباب رفضك. طلب شرعي جدا ومشروع جدا للنادي الاهلي، الا اذا كان هناك في الكواليس احتمالات اخرى وضغط على النادي الاهلي لمحاوله الانسحاب او الترديد بالانسحاب او بند اللائحه او بند الجداره في حاله الغاء المسابقه اللي تم الترويج ليه وتم ان هو اترمى بالونه اختبار النهارده. فاعتقد احنا مش هنسمح بالامور دي. موقف النادي الاهلي في بند الجداره حتى الان يا استاذ محمد بس عايز اقول نقطه كمان مرتبطه بهذه النقطه يعني فضل. نقطه الاجبار وانك انت تحاول تفرض اللي انت عايزه، ان حاطط لك 10 مباريات في 30 يوم واجبرك وبكل الاصرار والالحاح ان ما يعملكش اي حاجه وما يقدملكش اي مساعدات ويجيب لك ويسيب لك ماتش اسوان اللي انت تبدا بيه ويسيب لك ماتش المقاصه ويجبرك انك تتنازل عن لعيبه المنتخب الاولمبي. الاهلي يعني بيقدم حلول بيقدم حلول وبيساعد، لكن هو ما بيقدمش حلول. هو عايز يظهر نفسه بطلا وقائلا وساحب ذراع طوله ان يقدر يقهر النادي الاهلي او يدوس على الناس دي في الحته دي. هذا امر مرفوض وهذا الامر الامور لا تدار بهذا الشكل. النادي الاهلي بيطالب عندك لوائح وطبقها ما تعرض له النادي الاهلي في هذا الشهر هو يعني شيء كارثي لم يتعرض له تقريبا اي نادي في العالم. ما فيش حد بيلعب يا جماعه كل 48 ساعه
يعني يعني دعني من كل المباريات الفنيه وان في اخطاء كل ده ما عندناش مشكله فيه، لكن انا ازاي لاعب يلعب 10 مباريات في 30 يوم ازاي انا النادي الاهلي علشان اقدر عندي مباريات مهمه جدا مباريات مصريه في دوري الابطال وعندي سوبر افريقي اضطر اتنازل عن بعض العز وتجبرني في ده. استاذ محمد كلام حضرتك واضح وصريح ان هناك منذ البدايه تعنت واضح مش بس تحكيميا وايضا تنظيميا في البطوله. يعني انا لو الموضوع السيناريو مش مكتمل الاركان كنا ممكن نقول لا، ولكن لما تلاقي سيناريو تحكيم ممنهج اخطاء تحكيميه كل مباراه خطا واثنين بيأثر على نتيجه المباراه. حاجه تانية، جدول المباريات حضرتك تطرقت ليه؟ حضرتك جدول المباريات اللي اتطرق ليه البيان، انت ليه بتخليني بتتعمد تلعبني ماتشين ورا بعض خارج ملعبي قبل مباراه الدور الثمانيه مثلا؟ يعني البيان كان تناول كل الاوجه. فاذا لو في رد من اتحاد الكره احنا بنطالب اتحاد الكره زي ما البيان قال قول اسبابك ايه للراي العام، وانا اتوقع ان السبب ايه. يعني حضرتك استاذ محمد معلش احنا لو غلطانين او حضرتك عايز ايه السبب اللي ممكن يستند عليه الرفض هذا الطلب ايه؟ يعني تخيل مع حضرتك. لا انا مش شايف اي مبرر. انت عايز حكام اجانب اتفضل اجيب لك حكام اجانب. يبقى خلاص اللائحه، يبقى السيناريو انا اطبق واضح. اللائحه ما عنديش مشكله خالص. يبقى السيناريو واضح، يبقى اي حاجه غير كده يبقى الامور فيها ان صح يا استاذ محمود. يعني السيناريو كده واضح. بص عايز اقول لك على حاجه، احنا في الازمه الحاليه داخلين في ضاغطين في اتجاه الاهلي ينسحب، في اتجاه لازمه كبيره بامانه شديده. واعتقد اتحاد الكوره لو الامور زادت حتى ولم يجد ولم يقنع الراي العام بقراراته ووجهه نظره في رفض فكره الحكام الاجانب في مباراه القمه المقبله ليوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، او حتى مباريات الاهلي اللي جاي اللي هو طالب فيها ويتحمل فيها كل التكاليف، يبقى هي ان هي مبيته لشيء اخر جدا، تصعيد الامر وانهاء الموسم مبكرا. ودي اعتقد في الغالب هتبقى في الحسابات من خلال الطرح والتسريبات اللي تمت في اليومين اللي فاتوا دول، يبقى في شكل من الاشكال عاوزين ننهي الموسم. وده واضح من الاول، من اول من بداية يوم، من اول يوم، من بدايه. بص عاوز اقول لك على حاجه، من بدايه تسلم المهمه للمهندس احمد مجاهد وهناك امور اخرى تدار بشكل اخر لاحداث صدامات مع الاهلي وفرضه وبيعاقبوه على انه راح يلعب في كاس العالم فحط له جدول مطحون بقى راح ما قدرش فيه. يعني الجهد المتواصل كمان من الموسم الماضي وعدم الراحه ده كله نتيجه الامر اللي احنا وصلنا له ده. فعاوز كنت اتمنى برغم ان هو اتحاد الكره دعا الانديه النهارده وكان بيقول لهم يا جماعه نكمل المسابقه بدون لعيبه المنتخب الاولمبي، هو ناسي حاجه واحده انه اغلب تشكيله المنتخب الاولمبي من لعيبه النادي الاهلي ماشي عناصر اساسيه، دي حاجه غريبه جدا. وعلى ما يبدو تواجد لاعبي الاهلي في المنتخبات الوطنيه يزعج البعض ويقلقهم وبيعامل عندهم حساسيه، وليه يبقى تشكيله المنتخب اغلبها من النادي الاهلي؟ ولازم الحدوده دي نبطلها ونفكر فيها. وبقول هناك سيناريو بيتم ومش النهارده هيظهر، هيظهر بكره والسنه الجايه والسنه بعديها بهدف الضغط على الاهلي ويظهره بشكل او باخر. الاهلي تحمل وتحملت ادارته ومجلس ادارته على مدار الموسم الماضي واحنا عارفين وقبل الماضي وكان وقبل الماضي امور كثيره جدا صمتت والتزمت فيها من اجل وصالح الامن العام. بس ما حبتش تعمل ثواني بس يا كابتن، ما حبتش تعمل ازمه، ما حبتش تعمل تدخل في بيان ناري كل شويه قاعد اطلع بيان ورد على اي حاجه. الاهلي بما فيه الكفايه صمت، وعندما صمت جاءته جاءته ايه البطولات، جاءته دوري ابطال افريقيا والدوري ان شاء الله السوبر الكاس وان شاء الله السوبر باذن الله تعالى. عايز اقول يا جماعه ازمه التحكيم بامانه شديده مش هتخلي الصرح الكبير العظيم العملاق ده يقف. الصرح ده طول عمره بيتعرض لحملات منهجه في اوقات معينه، لكن لديه من ابنائه ولديهم القدره ومن لاعبته انه يظهروا طينه الرجال طينه الابطال في اوقات صعبه، وانه يردوا على اللي حصل ده في الملعب. خساره المحله مش هتكون الاول والنهايه. الاهلي قادر يا كابتن هيثم انه يتعلم من تجربه المحله ومن قبلها اكثر من تجربه اخرى، انه الاهلي يعود رغم الظروف الصعبه ورغم الاصابات اللي هو بيتعرض ليها. لكن عاوز اقول لك لا، لابد ان ياتي هذا الموقف وموقف قوي جدا امام اتحاد الكوره للرد وعدم التسامح وعدم التنازع عن حقوق النادي وتجاوزات التحكيم اللي مرت في الفتره السابقه. ومنتظرين احنا كده، احنا منتظرين كده رد اتحاد الكوره. معلش في بيان النهارده بس جدا يعني لازم يكون في رد. اتفضل الاستاذ محمود صبري قال ان النادي الاهلي بيتعلم من اخطائه وبيصلح اخطائه، ودي اي منظومه احترافيه. استاذ محمد القوسي نفس الازمه دي بنواجهها تقريبا مع نفس الوجوه اللي بتدير الاتحاد في مواسم سابقه كتيره جدا، وبتثبت الايام نجاح النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي كان بيطالب بانهاء دوري قبل كده قبل امم افريقيا وفاز امام القضاء بقضيه وضحت اموره تماما. متى يتعلم اعضاء اتحاد الكره اللي بيتداولوا طول الوقت شويه رئيس شويه نائب رئيس شويه عضو شويه منتخب شويه معين، امتى هيتعلموا من اخطاء الماضي ويحاولوا يديروا الاتحاد بمنظومه او بفكر احترافي زي ما النادي الاهلي
متمثله في الاحترافيه في البيان اللي صدر النهارده؟ لما يكون اتحاد الكره عنده منظومه وعنده رؤي وعنده فكر وعنده خطط قصيره الاجل وخطط طويله الاجل. النادي الاهلي منظومه بيشتغل لسنوات طويله، يعني بتلاقي النادي بتفكر في 25 وفي 30 وفي 50 وبيحط خطط بهذا الشكل بيشتغل عليها. النادي الاهلي نادي مؤسسه كبير جدا، مجالس اداراته بتكمل بعضيها بتشتغل وبتؤدي وتحقق هدف النادي الاهلي. اتحاد الكره تحس ان اللي بيجي بيلغي اللي قبله، واللي بيجي بيبوظ اللائحه اللي قبليه، وكل واحد بيحط لائحه وكل واحد بيشتغل، بدليل ان احنا وصلنا دلوقتي الى حكم الفرد في اتحاد الكوره، وده شيء لا يليق بالرياضه المصريه ولا بالكره المصريه. فاتحاد الكوره انا شايفه دلوقتي لا يعمل بنظام مؤسسي ولا بيعمل، يعني ما فيش منظومه موجوده في اداره الكره المصريه، وده هياثر على الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي. يعني انت لما كنادي اهلي كاداره وكجماهير وكلاعبين وقطاع كامل او منظومه كامله بتتحرك طبقا لاسس ونظم معينه شغاله بيها، وتفاجئ ان الثاني ما عندوش لا اسس ولا نظم ولا عايز يطبق لوائح، طب انت هتعمل ايه؟ بالظبط. ماذا بيدك ان تفعل دلوقتي؟ هل تتوقف عن ممارسه الانشطه اللي انت بتمارسها وتمارس دورك في الرياضه المصريه؟ النادي الاهلي القلعه الكبيره، الصرح الكبير جدا اللي كل منتخبات مصر قايمه عليه في الكوره واليد والطايره والسله والسباق، كل حاجه في النادي الاهلي تلاقيها موجوده، انت عايز تدمر ده؟ الحقيقه يعني تمام، الرؤيه وضحت جدا. بشكر حضرتك استاذ محمد القوصي، بشكر حضرتك استاذ محمود صبري، اتمنى تكون الرساله وصلت، واتمنى يا الجميع ان النادي الاهلي منظومه احترافيه، ينتظر بقى من الطرف الاخر ان هو يتعامل بنفس المنظومه الاحترافيه. هنطلع لفاصل وهنستقبل بقى نجمات كره اليد نصر عيد وليلى هيثم اللي خدوا الثلاثيه تقريبا بيستحوذوا على كل البطولات. نطلع فاصل ونرجع مع نجماتنا في كره اليد ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. كره اليد سيدات السنه اللي فاتت وكان موسم غير متوقع، كان موسم صفري، يمكن خسرنا الثلاث بطولات، ولكن كعاده النادي الاهلي وقف، يعني كان واقفه، بدا يشوف اخطائه، بدا يصحح الاخطاء، اللاعبات نفسهم من غير ما حد يتدخل شافوا القصه ايه، بداوا يعالجوها. السنه دي الحمد لله ثلاث بطولات من ثلاثه، رجع تاني النادي الاهلي، يعني يمكن 30 سنه طول الدوري، بعد كده دروب سنه ما خدناش البطوله، وبعد كده تاني في نو تايم في موسم واحد نحتكر الثلاث بطولات. كان لازم يكون معانا نجمتنا ونجومنا النهارده في البرنامج. بنرحب في البدايه بكابتن الفريق الاسطوره طبعا نصر عيد عبد الملك. اهلا بيك يا نصر. اهلا كابتن، ازي حضرتك؟ مبروك على هذا الانجاز الكبير. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. صح حضرتك. طيب وبرحب طبعا برحب طبعا بنجمه الفريق ايضا ليلى هيثم، احد العناصر المؤثره جدا السنه دي في حصول الاهلي على الثلاث بطولات. اهلا بيك يا ليلى. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. يمكن اول مره تشرفونا في قناه النادي الاهلي. ازي حضرتك؟ تمام. عرفينا برضو، يعني نتعرف الجمهور طبعا يا نصرة، كابتن نصرة وكابتن ليلى، يعني طبيعة مراكزكم في الملعب، مركزك ايه، البطولات اللي حصلت عليها وكذلك. والله يعني انا الحمد لله السنة دي بلعب بشكل مختلف. السنة دي لعبت في كذا مركز، لعبت وينج ولعبت ساعات بلعب صانع العاب وكنت بلعب فيرود. يعني السنة دي المراكز بتاعتي زي ما بيقول الجوكر بتاع الفرقه، يعني الحمد لله كان ربنا موفقني السنه دي، يعني الحمد لله. نصر، خليني اقول لك انه حته برضو عايز اقولها لك يا ابو حميد، يمكن بقى ملعبي بقى شويه اقول، يعني لا خد بالك، اصل انا عارف برضو متابع نصر ومروه عيد ونجومات الياس ولا وحنان كمان عرفتهم الثالثه. خليني اقول لك ان انت فاجئت الكل السنه دي ان انت لعبتي في اكتر من مركز، ومش بس لعبتي، كان طبعا بقى في اصابات وفي امور بيحصل فيها عجز لدرجه ان في الوينج ما كانش فيه، في ماتش لعبته ما كانش فيه اي لعيبه جاهزه تلعب، وانت رحت سديتها، لا كنت بتلعبي وبتتالق. والله يا كابتن يعني الحمد لله، يعني انا من السنه دي واخده تحدي بيني وبين نفسي ان انا السنه دي عايزه اطور نفسي بشكل اكبر من كده. السنه اللي فاتت طبعا كان في عدم توفيق غير عادي خالص، كنت ببقى زعلانه جدا، ان انت عارف طبعا النادي الاهلي ما فيش حاجه خساره، بالذات عندي في البيت كمان الموضوع كان مؤثر فيا بشكل نفسي كبير. فالحمد لله يعني كان توفيق من عند ربنا السنه دي، وكلنا تعهدنا مع بعض ان احنا نكسب وناخد الثلاث بطولات، ان احنا نرجع تاني في مكاننا الطبيعي وكده. وكنت الحمد لله السنه دي برده مركزه ان انا في اي مكان الكابتن هيحتاجني فيه هادي فيه، بس نكسب. هي دي الروح. خليني اقول لك برضه يا احمد، لا قبل ما تروح بقى ليلى، اقول لك لا ده انا عايز اقول لك على حاجه كويسه، لا ده انا شايفك راح ليلى. تعرف ان ليلى بيشبهوها بصخره الدفاع الابراهيمي المصري عندنا؟ بص انا كنت هسالها لقب الرشاش جه منين، فانت قلت لي لقب تاني. نصر عيد. لا اولا مركزك في الملعب ولقب الرشاش بقى، ايه حكايه لقب الرشاش بقى؟ انا مركزي فيرويد، ويعني لقب الرشاش ده كابتن الفرقه هي اللي
اشتريت لي الاسم ده يعني. طب هتقولي لنا خدتي كام بطوله ونرجع بقى هي تقول بقى السبب انها اطلقت عليك اللقب ده. انا متساعده من الفيرست تيم بقالي 4 سنين. طب. خدت 3 دوري و3 منطقه و3 كاس و1 كاس سوبر وبس يعني. السنه اللي فاتت بس هي اللي ما خدتش. بس ما جبتيش على السؤال برضه. ايه هو ايه الرشاش؟ ايه لا ما هي نصر اللي هتقول بقى هي ليه الرشاش؟ ليه اطلقت عليها الرشاش؟ انا مديها لقبين دبابه والرشاش. طب ليه اللقبين؟ ما شاء الله ليلى السنه دي ماشيه بشكل كويس جدا. السنه دي هي اشتغلت على نفسها، طورت من نفسها جدا. العقليه بتاعتها اختلفت تماما عن الموسم اللي فات خالص. السنه دي ساعدت الفرقه بشكل كبير جدا، كهي او كشهد او كليله في المركز دوت. كانوا بيساعدوا بعض جدا. احنا الاربعه مثلا بنلعب سنتر فيرود. انا مثلا اول سنه العب فيرود، فهم كانوا بيساعدوني بشكل كبير جدا طول السنه، ان انا كنت غيرت مكاني وكده. فهي فعلا دبابه يعني، قويه جدا في الدفاع وفي الهجوم، ورشاشه بقى يعني جامده الصراحه. بس طب ليه رغم ان انا معلش انت كنت قلت حته قبل الهوا ان احنا ممكن نقول ياسمين عبد العزيز كره اليد؟ ما انا بس اقول لها الاول يعني انا عارف يعني كره اليد انت بتهوي التمثيل صح؟ مش قوي يعني. نجمتك المفضله مين او اللي انت حاسه ان هو ياسمين عبد العزيز؟ بجد شفتي بقى؟ والله صدفه عشان كده طلعت شكلها. تعرفي تمثلي بقى ولا؟ يعني سعد سمير. لا ليلى لا هي بتعرف انا بشاهد. لا ليلى بتعرف. طب انت تعرف تدينا اي لقطه كده مشهد يمكن يكون فيه منتجين ولا انتوا الاثنين مع بعض يعني مثلا ايه؟ خلينا نقول ايه؟ خلينا نقول مثلا العودي ده يخرج فين؟ لا يعني مثلا لقطه كده انتوا دايما بتحبوا تمثلوها مع بعض مثلا تبقى حلوه. ايه قولي؟ مش عارف قولي. طب هقول لك كاني مثلا هقول لكم ثلاث تمثيل. انت كابتن يحيى يوسف المدير الفني، وليلى هي نصرة. يعني هي هتاخد شخصيتك وانت هتاخد شخصيه كابتن يحيى يوسف. عايز كان في توجيه في التايم اوت، وانت ردي ردود نفس الردود اللي بترددها نصرة في التايم اوت. يا نصرة في ايه؟ بتعملوا ايه في الملعب؟ خلاص يا كابتن، خلاص يا كابتن. نصرة فعلا بتقول كده. خلاص يا كابتن. هي بتفهم يا نصرة على طول. برافو عليك. خلاص يا كابتن انت فعلا بتعملي كده. خلاص يا كابتن، خلاص الدنيا تمام. ظبط يا جماعه الدنيا. عندنا نصرة يعني يمكن ربنا يبارك في اسرتك، اسره تقريبا عندنا منها اسره اكرم توفيق في كره القدم. حنان عيد، مروه عيد، نصر عيد. الجماهير تعرف ان الثلاثي كره صالات او كره يد، لكن المفاجاه ان انت بتلعبي كمان كره قدم، ومروه عيد بتلعب كره قدم، وطبعا كانت حنان عيد بتلعب كره قدم. ممكن تكون حنان ما شاركتش قوي في كره القدم يعني. ما كانتش ساعتها لسه فيه بالشكل الكبير دوت. الحمد لله برضو انا يعني من الانجاز اللي انا انجزته في حياتي ان انا شاركت مع منتخب مصر الكره النسائيه في بطوله افريقيا 2016 في الكاميرون. كان بالنسبه لي انجاز كبير ان مصر عمرها ما صعدت بطوله افريقيا ولا دوره العاب افريقيه، فلعبت البطولتين دول فرقوا معايا جدا كفي السي في بتاعي ان انا اول لعيبه بلعب كره يد وبلعب هاندبول ان انا لعبت بطوله افريقيا. انضميتي من محليا يعني؟ محليا كنت بتلعبي فين عشان تنضمي للمنتخب؟ اول حاجه كنت بلعب في وادي دجله. وبعد كده مشيت من وادي دجله، عقدي خلص، حصل كده شويه مشاكل. رحت نادي الطيران، ومن نادي الطيران بقى دخلت منتخب مصر وشاركت في بطوله افريقيا وبتاع. الموضوع شكل يعني ظهر بشكل كبير يعني الحمد لله. مروه كانت اول ما بدات بنادي السيده زينب، وبعد كده نادي جولدي اشتراها، وبعد جولدي راحت وادي دجله. بص انا عايز اقف هنا عند نقطه. طبعا عارفين في مصر الكره النسائيه قدم مش منتشره بشكل كبير. ايه اللي حببك في فكره كره القدم؟ وبتلعبي في اي مركز في كره القدم؟ بلعب حارس مرمى. حارس مرمى. هو اللي خلاني اهتم بكره القدم شويه ان برضو احنا بعيد عن فكره المنتخبات في الهاندبول. يعني انا اخر بطوله شاركت فيها في الهاندبول كانت 2015، كانت بطوله في المغرب. درجه اولى مع منتخب مصر، وكانت اخر بطوله كانت بوركينا فاسو، كنا برضو احنا لسه صغيرين وكده. كره القدم كانت دكتور سحر الهواري كانت بتعمل لنا احتكاك بشكل كبير، كنا بنلعب معسكرات وبنسافر افريقيا وبنلعب وبنحتك، عشان كده وصلنا. فهي دي اللي كانت بتشجعني شويه ان انا اكمل كمان في كره القدم. طب بطلت ليه؟ والله بقى قلت اركز في الهاندبول شويه. لا مش ده السؤال. لو احنا قلنا نصر عيد في الدوري المصري
حراس مرمى في كره القدم. لا الصوره دي استني الصوره دي يا كابتن نعديها كده. ما هي كنا هنجيلها كنا نعديها كده الصوره دي مع اسد افريقيا في كره القدم في النسائيه تمثل مين حارس مرمى في كره القدم المصريه؟ بص يعني انا الاول كنت بحب احمد الشناوي. احمد الشناوي كان لما كان مركز في الملعب وكده كنت بحبه قوي. كان حارس مرمى ممتاز. وهو بيراميدز ها؟ لا قبل ما كان بيلعب في بيراميدز وكده خالص بس عايز ادور له على نادي قبل المصري والزمالك مش لاقي. مش لاقي. هو كان اعتقد كان بيلعب في انبي او ما اعرفش. لا لا. مش عارف. طب مين بعد وحاليا؟ طبعا محمد الشناوي. محمد الشناوي حارس مرمى كبير. كنت حارس مرمى كبير؟ والله بتعلم منه شويه. لا كانت كويسه. كانت كويسه. كانت كويسه جدا. انا كنت متابع. لا لا ما شاء الله. بص طلع تاخد. لا لا اسد اسد ما شاء الله عليه. طب قولي يعني خلينا نروح لليلى. طيب ليلى انت في جامعه صح؟ الموضوع بيبقى قاسي جدا السنه دي بالذات عليكي انت لسه في دراستك. انه كان كابتن يحيى يوسف بيعمل تمرين صبح وبالليل وفي تمرينات بتبقى الساعه 2 عشان مواعيد الماتشات بتبقى الساعه 2. انا كنت متابعكم كويس قوي. عملت ايه السنه دي؟ هو يمكن موضوع الكورونا جه في صفنا شويه في موضوع الاونلاين. فطبعا الجامعه كانت بتسهل معايا الموضوع ده جوابات من النادي او كده واظبط. بس برضو الموضوع كان صعب مش سهل قوي ان انا اوظف بين الاثنين. التمارين يعني كورونا الحمد لله عملت حاجه كويسه اخيرا. اصل عايز اقول لحضرتك حاجه. اصلا ليلى مش بتذاكر خالص. ايه ده ليلى؟ يعني يا ليلى الهاند بول اول حاجه بعد كده المذاكره. الهاند بول 1 2 3 وتيجي المذاكره. يعني السؤال ده كان. طب قول لنا خليك كمل. الهاند بول التمثيل للمذاكره. يعني المذاكره دي اخر حاجه بالنسبه لليلى. يعني وطبعا هي جديره في التمثيل. طالبه متفوقه جدا. خلاص يا كابتن. خلاص يا كابتن. طيب طبعا سعداء جدا باللقاء مع نجوم ثلاثيه. فبالتالي هنطلع بس تقرير نشوف اراء الجماهير في ثلاثيه كره اليد النسائيه ونرجع تاني. مبروك لسيدات النادي الاهلي قدروا الموسم ده يحققوا حاجه كبيره وحققوا الثلاثيه ودي حاجه كويسه الصراحه. حابه ابارك للنادي الاهلي فريق كره اليد سيدات كره اليد خصوصا نصر عيد وسندس حقيقي لا ابهرونا. يعني عايز اقول الف مبروك للسيدات وده الطبيعي للنادي الاهلي وهم متعودين دايما على كده. الف مبروك سيدات كره اليد السنه اللي فاتت ما عرفوش يحققوا الدوري بس السنه دي حققوا الثلاثيه. بهنيهم طبعا على المستوى الهائل اللي هم ظهروا بيه الموسم ده احسن من الموسم اللي فات بكتير. الف مبروك وان شاء الله في تقدم باستمرار. يعني ببارك برضو الكابتن الخطيب ان هو يعني جايب كباتنا هنا كويسين ومدربين كويسين. كابتن يحيى يوسف ده ما شاء الله عليه. يعني البنات حققت حاجة كبيرة جدا وإن شاء الله النادي الأهلي يبقى في تقدم على طول يعني ومستمر. أنا حابة أبارك لسيدات كرة اليد على اللي حققوه مجهود كبير وإن شاء الله من نجاح لنجاح. ألف مبروك طبعا للفريق وإن شاء الله يعني ربنا يكرمهم ويحققوا كل البطولات في الفترات اللي جاية بإذن الله. أنا حابة أبارك لهم على النجاح الجميل اللي هم حققوه بقيادة كابتن يحيى يوسف. اهلا بحضراتكم من جديد. اجيلك يا ليلى. يمكن طبعا اراء الجمهور حاجه كويسه انه حاسين بانتصاركم اكيد حاسين قد ايه بتعبكم السنه دي. بس خليني اقول على لقطتين معينين عايز اتوقف عليهم وفرصه ان انتم معايا النهارده. عوده غدا حسام طبعا كانت اعتزلت نتيجه الجواز واستقبالها لاحد او يعني افراد الجداد بيبي جديد. وكمان سندس حشانه كان في اتنين من الفرقه انضموا ما كانوش موجودين السنه اللي فاتت. عملتوا ايه في الموقف ده او شفتوه ازاي؟ خاصة انتوا بيبقى ليكوا رأي مع كابتن يحيى يوسف في اختيار اللاعبين. طبعا رجوع غادة حسام فرق معانا جدا وهي ما شاء الله يعني رجعت يعني مستواها زي ما هو ويمكن احسن كمان. وهي ما شاء الله هي وموني وآية نفس المستوى ومنا كمان من صعادة من 2002 كلهم نفس المستوى ما شاء الله وشايلين الفرقة. يعني هي الفرقة عبارة عن جون ودفاع بس صحيح. فالحمد لله الجون ده نص الفرقه. سندس جات طبعا سندس دي اضافه كويسه جدا للفرقه. يعني لا ساعدتنا بشكل كويس قوي ومن اول الموسم احنا متفقين احنا ان شاء الله يعني ان هي تكون هتقدم اقصى حاجه عندها عشان تساعدنا عشان تساعد الفرقه وان احنا نرجع الالقاب مننا تاني. تتمني سندس تبقى موجوده معانا تاني؟ طبعا ان شاء الله. طب اصعب ماتش كان السنه دي ايه؟ ماتش الشمس. يعني واحد ما احنا بنلعب الشمس المجمعه الثانيه. المجمعه الاولى ولا الثانيه؟ لا الثانيه عشان كان ده نهايه الدوري. لا هو مش نهايه الدوري هو الماتش ده كان ليه ظروف خاصه وكنا بنوصل رساله معينه ووصلناها الحمد لله. هم السنه اللي فاتت كسبونا 5 ماتشات
فاحنا السنه دي ده كان الماتش الخامس لينا، فكنا مصممين ان احنا نكسب الماتش الخامس. سامع يا كابتن احمد؟ انا سامع، بس انا عايز اقول ان بعد خساره 3 بطولات وانتوا مسيطرين على البطولات وبتحصل الهزه وبتبداوا الدوره المجمعه الاولى بدون سندس نجمه كبيره في الفريق، عملتوا ايه او اتكلمتوا مع بعض ازاي كفريق عشان ترجعوا النادي الاهلي لمنصه التتويج وتحصدوا كل البطولات اللي اشتركتوا فيها السنه دي؟ بص، هو يعني طبعا اكيد سندس لعيبه كبيره ولعيبه كويسه ولعيبه يعني مفيده للفرقه. قبل ما المجمعه تبدا انا كدوري كابتن فريق، طبعا سندس كان مصاب بفيروس كورونا قعدت مع الفرقه وان احنا لازم ناخد عهد مع بعض ان احنا لازم نخرج من الماتش دوت باقل باكتر المكاسب لينا احنا كفرقه. لازم كل واحده في الفرقه تثبت لنفسها ان هي قويه وان هي تقدر تعمل حاجه وان هي تقدر تساعد نفسها ان هي تبقى اعلى مستوى ليها وتقدمه للفريق. ده كان ايه قبل الدوره ولا ده قبل الماتش مثلا ب 48 ساعه او احنا خلاص رايحين على المعسكر؟ تمام. قلت لهم اللي هيثبت لينا اللي هيخرجنا من الكبوه ديت او الدوري ده مش هينفع يروح مننا خالص مهما ظروفه كانت حصلت، فاحنا لازم نتعهد مع بعض ان احنا لازم ناخد التسعة بونت في الثلاث متوشة دول. وفعلا الحمد لله الفريق كله كان يعني قدرنا ان احنا نتجاوز الحته ديت وكسبنا الثلاث متوشة، عملنا مجهود فيها كان رائع. احلى حاجه السنه دي ان احنا ما كناش بنعتمد على حد معين بس في الفرقه، بالعكس احنا عندنا 16 بنت او 18 بنت، ما فيش حد فينا اساسي واحتياطي، ما فيش حد فينا نجم في الفرقه. طب نصر خليني اقول لك، احنا عاملين لكم مفاجاه بقى بخصوص الموضوع ده، وعاملين لليلى ولكل الفرقه مفاجاه كده نشوفها ونرجع لبعض تاني. ماشي، شوف المفاجاه دي اعزائي المشاهدين ونرجع تاني نكمل حوارنا. ازيك يا نصر، عامله ايه؟ ألف مبروك رقم واحد، ألف مبروك الحصول على 3 بطولات السنة دي، بطولة الدوري العام وكاس مصر وبطولة المنطقة. لكن انتي وعدتيني أول سنة إن شاء الله 3 بطولات هيرجعوا لبيتهم تاني، يرجعوا جوه النادي الأهلي، فأنا فرحانة بيكي جدا ومبسوطة بيكي وفخورة بيكي جدا زي أنا وأمك وأبوكي وأخواتك، وأتمنى يا رب العالمين إن شاء الله إنك تكملي كده وتبقى عند حسن ظن أظننا جميعا إحنا إخواتك وأمك وأبوكي وكل جماهير النادي الأهلي وكل المدربين ومدربينك. فخورة بيكي وفرحانة بيكي ككابتن النادي الأهلي إنك قدرتي ترجعي تاني 3 بطولات للنادي الأهلي مع زمايلك. شد حيلك ومسؤولية أكبر عليكم الموسم الجاي إن شاء الله وكل المواسم اللي جاية زي عادتنا إن إحنا دايماً نبقى رقم واحد عشان إحنا دايماً النادي الأهلي رقم واحد. ألف مبروك حبيبتي. ليلى هيثم أختي الصغيرة وحبيبتي برضه زي نصرة بالظبط، فخورة بيكي جداً وفرحانة بيكي زي ما بيسموكي الرشاش. دي فعلا الشهرة بتاعتك لان انت حد بتلعبي من قلبك قوي وبتدي كل حاجة للفريق وبانت بصمتك في الفرقة، فبرافو عليكي حبيبتي وربنا يكرمك يا رب دايما وشد حيلكوا ولسه ان شاء الله الموسم اللي جاي كمان نقدر نحافظ على 3 بطولات. الف مبروك، الف مبروك للنادي الاهلي والجهاز الفني وكابتن الكابتن يحيى يوسف، والف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. مبروك يا ناصر ومبروك يا ليلى، الاهلي فوق الجميع. باي باي. طبعا دي كانت رسالة نجمتنا مروة عيد عبد الملك المحترفة حاليا في نيس الفرنسي، تعرفيها؟ اختي الكبيرة. تعرفيها بجد؟ اه. كان في لقطة شهيرة انت خدتيها مع الكابتن محمود خطيب وانا نازل اسلمكم ميداليات، كنت شايفة هي بتحقد عليك ازاي في اللقطة دي؟ بص يعني طبعا يعني انا محظوظة جدا ان انا كابتن خطيب حضر لي يعني فاينالي اول بطوله كاس مصر ودرع الدوري، فدي حاجه بالنسبه لي يعني. انتوا لما بتشوفوا كابتن محمود الخطيب في المقصوره جاي يحضر مباراه يبقى ايه شعوركم كل ما انا عايز اقول لك لما بلغت واحنا بنسخن في ماتش الزمالك ان كابتن بيبو جاي يتفرج علينا الفاينل وكده، انا اصلا مش عارفه اجمع نفسي، وانا عايز العب حلو ولا انا عايز اعمل ايه؟ طب نكسب ولا كده؟ فالموضوع كان بجد كنا مبسوطين قوي، اول مره تحصل اصلا في حياتنا ان رئيس نادي يجي يتفرج على الفرقه او اعضاء مجلس اداره. بجد كانت روح عاليه جدا وكان هو نازل وهو فرحان بينا ان احنا كسبنا. شفتي يعني الموقف اللي عمله كابتن محمود الخطيب لما توجه لفريق نادي الزمالك وسلم على اللاعبات؟ يمكن ده مشهد ما شفناهوش كتير. اه طبعا، خاصه في ملاعب السيدات ان رئيس النادي ينزل ويبتدي بالفريق الخصم ويسلم عليه في مباراه حساسه، يعني كان شعوركم ايه في حاجه زي كده؟ والله مش حاجه جديده على كابتن بيبو، يعني كابتن بيبو يعني اخلاق ومبادئ وقيم في النادي الاهلي، الواحد كل يوم بيتعلم حاجات جديده في النادي الاهلي طبعا. حتى فرقه الزمالك كانوا مبسوطين وهم كابتن بيبو كان بيسلم عليهم، فدي كانت حاجه جميله بالنسبه لهم الصراحه. صحيح. بالنسبه لليلى هي قالت حضرت نهائيين كان الكابتن محمود خطيب كانت عايزه تعمل اي حاجه في الملعب،
بالنسبه لك؟ هي طبعا دي حاجه تفرق نفسيا جدا مع اي لعيب ان رئيس نادي يعني نفسه يكون موجود، ودي بيدي حافز للفرقه كلها. انا عن نفسي بيديني حافز، بكون عايزه اعمل اقصى حاجه عندي عشان ابين فرقتي باحسن صوره. يعني مش هيقولوا بس ليلى هي اللي كسبت، لا الفرقه كلها هي اللي كسبت، الفرقه كلها كان شكلها كويس طبعا عشان نفرح الجماهير ونفرح كابتن محمود الخطيب. بالتاكيد نصرة ممكن تكون اختها مروه عيد وكابتن حنان عيد، فوارد جدا يكون استهوها لفكره كره اليد. بالنسبه لليلى ايه اللي خلاكي تفكري في فكره ان انا لازم اروح كره اليد، او ان انا لو رحت المكان ده هجيد وهيطلع عليا لقب الرشاشه او الدبابه؟ ليلى ليها اختين كمان بيلعبوا هاندبول كمان. اكبر ولا اصغر؟ لا اصغر، انا اكبر واحده. فبالتالي هي الوضع مختلف. قولي لنا انت بقى ايه اللي ما انا بسال عشان انا دخلتها صدفه. انا كنت عضو في نادي الاهلي عادي، فكنت عايزه اجرب اي لعبه جماعيه. جربت لعبه الهاندبول بس انا اصلا ما كنتش هكمل فيها، يعني انا جات لي فتره كده زهقت، بس انا كنت صغيره ابتديتها وانا عندي 5 سنين. بس طبعا كابتن بيسا راحت اتكلمت مع مامتي وبابايا، ولا دي هيبقى ليها مستقبل كويس قوي ولعيبه كويسه، وانا حاسه ان هي تبقى حاجه ان شاء الله. بدات كام سنه؟ بدات 5 سنين. 5 سنين في النادي الاهلي. بدات في مدينه نصر. كنت مره في مدينه نصر. أيوه. وبعد كده كانت زهقت امتى؟ ما كنت زهقت امتى وبعد كده رجعت؟ لا اللي هو انا طفله، لا مش عايزه مثلا حد يقول لي لا اعملي كده ما تعمليش كده مش عايزة. كنت لسه فاهمه يعني بس لا رجعت والحمد لله. يعني كابتن بيسا كان ليها دور كبير قوي معايا من وانا صغيره، وكابتن اسلام فؤاد طبعا، كابتن عصام، كابتن كتير قوي. مع ماتش المجر بقى، يعني طفله وبتزهق من لعبه اليد وتيجي تحصل على لقب افضل لاعبه في مباراه المجر، حسيتي بايه وقتها؟ انا طبعا كنت يعني شايفه مجهودي كله طول السنين اللي فاتت بيتكلل قدامي ان انا باخد احسن لعيبه، طبعا دي حاجه كبيره قوي. يعني بس ما حصلش نصيب، عملنا يعني سكورات حلوه او ان احنا ما كسبناش قوي يعني غير ماتش واحد في كاس عالم، بس دي كانت الحاجه الكويسه يعني اللي في السفريه، وطبعا انا فخوره بيها قوي لحد دلوقتي. طب تفكري تحترفي يعني؟ يعني مروه كانت معانا من شويه، وخلي بالك يعني مروه بتحترف في احد الانديه الكبيره، نيس ده نادي كبير مش بس في فرنسا، ده في اوروبا كلها. واكيد ده بيبقى يعني محط انظار او طموحات، بتفكري في حاجه زي كده؟ طبعا يعني اي لعيبه هتفكر في الاحتراف، وانا الموضوع ده ان شاء الله يعني بشتغل عليه من وانا صغيره. طيب يعني برضو خليني اقول لك ان ده لازم يبقى ليه خطوات، لو انت بتفكري في الاحتراف لازم يكون ليه خطوات، لازم دلوقتي يبقى فيه زي وكيل اعمال، لازم يكون فيه زي بصر. لازم اقول انا حاجه، لازم لو هتحترفي خليك انت بنت النادي الاهلي، خليك في النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي عظيم واعظم نادي في الكون، تعملي زي اختك مروه. طبعا اي حاجه هتحصل هتكون من عن طريق النادي، من خلال النادي، والنادي طبعا بيسهل الموضوع ده يعني لاي لعيب طبعا. يعني سامع كابتن احمد؟ انا سامع. يعني بص، لا انا بس عايز اقول ان نفس الفكر في الولاد هو نفس الفكر في السيدات، في الانسات، هو ده النادي الاهلي بالظبط، لغه واحده الكل بيتكلم بيها. احنا في الاخر بنروح نرفع اسم النادي يعني. بالتاكيد. ليلى بجد يعني انا مش عايز الحوار يخلص، ولكن احنا يعني الوقت بيعدي سريعا. بشكرك، نورتيني وشرفتيني، واتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله نشوفك تحقق حلمك سواء مع النادي الاهلي او حتى في اوروبا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا ليلى، وان شاء الله تحقق حلمك بالاستمرار في النادي الاهلي. شكرا كابتن مصر، وان شاء الله تحقق حلمك في الاستمرار في النادي الاهلي وتحصدوا دايما البطولات كده، وملوك الصالات في السيدات واليد والقدم، قصدي سيدات ورجال. مصر انا بشكرك وبربط على ايدك وبقول لك الله ينور عليكي، انت كابتن فرقه نموذجي، بنت النادي الاهلي، فخورين بيكي متابعينك وبنشكرك على وجودك معانا. ربنا يخليك يا كابتن، شكرا. انا مبسوطه جدا انا معاكم، وكل سنه وانتم طيبين ودايما الاهلي بخير ان شاء الله. دايما يا رب. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده مع ملكات كره اليد في النادي الاهلي، وايضا احتفلنا بيهم بالانجاز الكبير طبعا في رمضان. خلينا نطلع لفاصل ونستقبل ضيفنا او كابتننا الكبير كابتن محمد يوسف، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ولقاء جديد مع نجم من نجوم كره القدم في النادي الاهلي كابتن محمد يوسف. اهلا بيك يا كابتن، منورنا. اهلا بيك، اهلا بيك، وكل سنه وانتم طيبين، وسعيد ان انا اكون معاكم طبعا في بيتنا. اكيد قناه الاهلي ده بيتنا كلنا، وان انا اطل طبعا على جمهور النادي الاهلي، دي حاجه جميله. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب كده شهر كريم علينا كده، والعشر الاواخر كده ربنا يتقبل دعانا كلنا ان شاء الله. امين. حضرتك طيب يا كابتن، ومنور قناه النادي الاهلي يا كابتن. طبعا حبيبي حبيبي طبعا كابتن. معانا بقى الشيف، طبعا الشيف محمد، شيف محمد عباي. اهلا بيك. اهلا بيك. عايزين بقى نظبط الاداء عشان كابتن محمد يوسف، يعني خلي بالك كابتن محمد ما بيتسحرش، بس ان شاء الله لما هيدوق سحورك هنخليه يتسحر. هيغير وجهه نظره اكيد.
لا واضح انه ما شاء الله شاطر يعني عامل حاجات جميله و... لا هيعجبك جدا. لا مع حضرتك بس لما تدوقها هتغير رايك. تسلم تسلم. عامل لنا ايه النهارده يا شيخ؟ كل سنه وانت طيب. الدنيا ايه بقى النهارده؟ النهارده في شكشوكه، في طاجن بطاطس ببصل وفلفل بس، في فول اسكندراني، في طبعا طعميه الاساسي بتاعتنا، جبنه، في عصاير بقى، في زبادي بالنعناع، في مانجا، في فراوله، في فروت سلط. كابتن محمد يلا بقى يلا يلا يلا, يلا نقوم الف هنا طبعا. لا تسلم ايديك والله ربنا. كابتن محمد لاعب النادي الاهلي، كانت التعليقات وقتها وتحديدا تعليق الكابتن ميمي الشربيني اللي كان بيقول ارتفع بكواليتي لاعبي خط الدفاع وتحولوا من الفايف ستارز بعد ما كان المهاجمين وكنت بتخطف الاضواء من المهاجمين. لا ما تقلقش، فكنت بتخطف الاضواء من المهاجمين. فعايزين نتكلم بقى عن كابتن محمد يوسف، بس الاول نتكلم عن فكره اجواء رمضان ومباريات كنت بتلعبها في رمضان وكان ليها ذكريات خاصه معاك. بص طبعا يعني الحمد لله احنا في رمضان كنا المباريات اللي كانت بتيجي في رمضان كان عندنا الجيل بتاعنا معظمه طبعا مش كله كان عندنا تصميم ان احنا نبقى صايمين يعني ما كناش بنفطر رغم صعوبه طبعا الـ الاجواء لان ما كناش بنلعب بالليل بنلعب الساعه 3 عشان نلحق نرجع نفطر وفي نفس الوقت كمان ما فيش ماتشات خالص نفتكرها ان يبقى على الاضواء الكاشفه مثلا يعني فاهم قصدي فكنا حتى في السفريات كانت كل المباريات بتبقى قبل الفطار ليه حلاوه يعني ليها حلاوه برضو عارف انت فيها تعب طبعا وفيها ارهاق شديد جدا لكن كانت فعلا في وقت حضرتك كابتن كان رمضان بيجي في الصيف ولا في الشتاء تفتكر؟ لا في الصيف في الصيف, في الصيف وكنا فيه كان فيه تعب انا فاكر كويس وكان بعض اللعيبه بدون ذكر اسامي يعني كانوا بدون ذكر اسماء فلان وفلان وفلان كانوا ما بيقدروش يعني هي كانت قدرات طبعا بدنيه و واصرار وروح وكده وكان برضو في بعض المدربين بصراحه يعني بينصحوا ان اللعيبه تفطر بس كان في النهايه يعني في لعيبه طبعا بتتمسك بانها تصوم وانها تكمل وتبقى بتستحمل يعني كنت حضرتك من اللاعبين دول الحمد لله الحمد لله انا كنت يعني بصوم على طول ما كنتش افطر حتى لما احترفت في تركيا برضو يعني كان عندي اصرار ان الماتشات بتاعتي كان اللي في رمضان اصومها برضو والعب وانا صايم فكانت ذكريات حلوه يعني بالرغم ان بدايه حضرتك كانت في المعادي ومعروف طبعا المعادي يعني بتبقى يعني الدنيا هو معداوي برضو بتبقى الدنيا جميله والحياه حلوه ومرفهه اكيد عندنا بس كابتن محمد ما كانش كده لا كان كابتن محمد ما شاء الله عليه كان لاعب قوي جدا اكيد هنتكلم عن تاريخ كابتن محمد كلاعب كره قدم في النادي الاهلي ومدافع من نجوم الشباك على راي كابتن ميمي الشربيني وبالتاكيد هنتكلم برضه انا بس مش هقطع كلامك مش عايز اقطع كلامك انت قطعت يا كابتن لا انت تقطع براحتك يا كابتن كابتن ميمي الشربيني كان من يعني انا الماتشات اللي كان بيعلق عليها بص المعلق ممكن ينقلك في حته ثانيه خالص يعني انت ممكن تعمل شغل حلو قوي بس المعلق لو ما تفاعلش مع الشغل اللي بيتعمل من اللعيب او التالق او الابداع او اللعب اللي كده ما بتعملش كيمياء كابتن ميمي الشربيني طبعا كان حاجه جميله وكان يعني ليه تعليق كده يقول لك اصحاب القدم اليسرى فكان زي الكابتن حماده امام مثلا يقول لك القادمون من الخلف يعني في معلقين بتعلم قوي 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 مع اللعيبه والجمهور كمان طبعا ما هو بيبرز شغل اللعيب قوي لما بيعمل لعبه حلوه او بيعمل فتره حلوه او بيعمل مباراه حلوه فبالمناسبه اهم تعليق علم مع الكابتن محمد يوسف من معلق جمله اتقالت او وصفه اتقالت ما بيخرجش من ذهنك والله بص يعني في مثلا الكابتن محمود بكر الله يرحمه طبعا كان في الاوائل يعني 91 92 كده برضو كان عامل تعليق يعني او مباراه كنا بنلعبها مع الاولمبي في اسكندريه وكسبنا المباراه دي كان بيعلق عليها الكابتن محمود بكر كانت يعني مش عايز اقول لك طلعني نجم المباراه انا بس راقبت احمد الكاس يعني كنت من تو مان مع احمد الكاس بس طلعني نجم المباراه دي مره ثانيه كنا بنلعب مع
منتخب بلغاريا، وكان ستوتشكوف اللي هو كان نجم برشلونه وكان مهاجم كنت بلعب برضو عليه وانا مدافع. دي بقى كابتن ميمي الشربيني صيطني، نزلت مصر حسيت ان انا ستوتشكوف نفسه. ستوتشكوف نفسه، برافو عليك. لا في تعليقات كده انا مش عارف يعني او مش حافظ قوي، انما بس يعني فاكر المباريات. طبعا انا حافظ، انا حافظ فكره كابتن ميمي الشربيني قالها فعلا، كابتن الشربيني محمد يوسف انتقل سحب البساط من المهاجمين واصبح نجم شباك من المدافعين. انا كنت عشان كنت بتقدم على طول في الحته الهجوميه، وبعدين كانت كورتي حلوه، بلعب كره على الارض، ما بلعبش كره عاليه، بحاول ان انا استخدم مهاراتي، وبعدين كنت براوغ. تيجي نشوف كده يعني ايه رحبنا لو محضر حاجات حلوه بقى تعالى طبعا تقرير عن كابتن محمد يوسف نجم شباك خط الظهر، ونرجع نعقب. عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي وادي ابو تريكه، ابو تريكه وتسديده وجول محمد يوسف رجل المهام الاستثنائية الصعبة الذي لم يرفض نداء النسر الأهلاوي في أي وقت. استلم الإدارة الفنية للفريق الأول لأول مرة بعد رحيل مفاجئ وصعب لحسام البدري في مايو 2013. محمد يوسف بدأ مهمته الأولى بمواجهة تليفونات بني سويف في بطولة الدوري، وحقق الانتصار الأول كمدير فني للمارد الأحمر بنتيجة 2-1، ثم حقق الأهلي تحت قيادته 4 انتصارات على حساب حرس الحدود، إمبي، المحلة والجونة، قبل أن يتم إلغاء الدوري بسبب ثورة 30 من يونيو. أما حكاية محمد يوسف الإفريقية فقد بدأت بالقرعة التي أسفرت عن وقوع الأهلي مع الزمالك وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وليوبارك كونغولي ضمن منافسات دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. بدأ الأحمر دور المجموعات بالتعادل مع الزمالك 1-1، ثم تعرض الفريق لهزيمة مفاجئة من أورلاندو بايرتس 3-0 على ملعب الجونة في ظروف استثنائية، ليصبح الأهلي في موقف صعب بالتأخر في ترتيب المجموعة، وهو ما جعل المارد الأحمر يكشر عن أنيابه ليحسم مواجهتي ليوبارك كونغولي في الجولة 3 والرابعة، قبل أن يحسم درب القاهرة مع الزمالك في قمة اكتست باللون الأحمر. وحقق الأهلي فوزا عريضا على غريمه برباعية مقابل 2، وتأهل بشكل رسمي لنصف نهائي البطولة. وفي المباراة الأخيرة بالمجموعة فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة أورلاندو بايرتس، ليصعد الفريق كأول للمجموعة ويواجه القطن الكاميروني في قبل نهائي البطولة. ويعود الأهلي من الكاميرون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وفي مباراة العودة انتهت نتيجة المباراة بنفس نتيجة الذهاب، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للأهلي بعد معاناة كبيرة بنتيجة 7-6، حيث أضاع أبو تريكة الضربة الأولى، ثم أحرز وليد سليمان ووائل جمعة وشهاب أحمد وسيد معوض وتريزيجي ومحمد نجيب وأحمد فتحي. وتأهل الأهلي للنهائي ليواجه أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مرة أخرى، وحقق الفريق نتيجة رائعة ذهابا بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف خارج الأرض. وفي مباراة العودة بالقاهرة وسط أكثر من 35,000 مشجع امتلأ بهم استاد المقاولون العرب، أبى المارد الأحمر التفريط في لقبه الغالي ليفوز بهدفين أحرزهما محمد أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر، ويحتفظ بالأميرة السمراء بين جنباته، ويكتب محمد يوسف اسمه بحروف من نور في تاريخ النادي الأهلي. ممكن التعادل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، وليد سليمان الخطأ المتكرر صلحها حلوة يا ولد يا ولد على هدف المغلوب في وادي الكرة الرأسية هنا على طول على طول، هدف أحمد عبد الظاهر بعدين على طول، وليد سليمان يعملها حلوة أو بشماله والتحرك المرة دي والهدف الرابع. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن محمد، يعني شايفك وانت بتتفرج على التقرير كده يعني نظراتك وابتساماتك بتفكرك بايام حلوه. طبعا يعني احلى ايام الشغل في النادي الاهلي طبعا، ده دي يعني وسام على صدر اي مسؤول او اي مدرب او اي لاعب خدم النادي الاهلي. يمكن انا بدات في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، وبعد كده تدرجت وطلعت الفريق الاول في 2009 مع الكابتن حسام البدري مساعد، ثم مدرب عام، ثم مدير فني. فيعني
سنين بقى بتعدي معاك وبعد كده بطوله من البطولات اللي بيحقق بطوله دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي كمدير فني. الحمد لله يعني الموسم ساعتها اتلغى يعني الحمد لله الموسم اتلغى فعلا، بس الحمد لله ان ربنا وفق رغم ما كانش فيه نشاط محلي، بس يعني كنا يعني قدرنا نشتغل على دوري ابطال افريقيا، هو ده الهدف بتاعنا وهو ده الهدف الاسمى. طبعا صعب مفيش حاجه سهله، لا انت لا مش كده، انت مفيش اعداد في البلد، انت الدوري بيعدك، ما كانش فيه احتكاك، ما كانش فيه احتكاك، وبالتالي طبعا كنا بنعد اللعيبه نفسيا بشكل رهيب عشان تقدر ان انت تدخل اللعيبه دي بدوافع في افريقيا، مباراه افريقيا وبطوله افريقيا اقوى طبعا. عند الاعداد النفسي ده يا كابتن، لان انا في مباراه بتستوقفني جدا وتقريبا ما شفتش حضرتك بتتكلم عنها، مباراه القطن الكاميروني الاولى اللي وصلنا للدقيقه 70 تعادلنا 0-0، دي اول مره تحدث عشان كانت الاجواء وبعد 24 ساعه و0-0 دي بره كانت بالنسبه لنا كجماهير ومشجعين ومنتمين كويسه جدا، كنا عايزين الماتش يخلص. انا نزلت مع الحكم واتكلمت مع الحكم ان هو يكمل المباراه رغم المطر. سبحان الله، ما هو شوف اوقات ما بتبقاش عارف الخير فين. صحيح. يعني انت متصور، عشان كده دايما في الكوره احنا كمدربين يعني شغلانه التدريب شغلانه التوفيق فيها كبير. صحيح. ولازم ما تبقاش يعني ما تتمسكش قوي بقرار، يعني اوقات في مدربين تبقى متصوره ان ده قرار الصح وتمسك فيه رغم ان ممكن يكون ده في خير اكتر من اللي انت شايفه. بالزبط. يعني انت حضرتك يبقى عندك المرونه الكافيه طبعا ان انت تتاقلم. انا يوميها نزلت للحكم واتكلمت معاه ان هو يكمل المباراه، فقال لي ما اقدرش اكمل المباراه، بص الملعب عامل ازاي. فحتى قلت له كمل، ما في مباريات بتكمل، كنا وصلنا الدقيقه 70 و0-0 فانا عايز اكمل. الاحساس بقى لما لغى المباراه وانت كمدير فني محتاج تكمل عشان تطلع بالنتيجه دي باللي تعتبر نتيجه ايجابيه، ولا 24 ساعه مفيش تكمله يا احمد بدا، انت عارف عملنا ايه؟ هنعيد المباراه تاني من الاول. ال 24 ساعه دي بتكلم عن الاعداد النفسي الاول لكابتن محمد يوسف مع اللاعبين ان احنا هنلعب مباراه من اول وجديد 90 دقيقه تاني. دي على طول انا اتذكر من الاوضه، يمكن خرجنا توجهنا من الاوضه على طول على الفندق، انا بدات اجراءاتي من وانا في من بعد ما غادرنا الاستاد على طول. دي التعليمات طبعا، كنا الجهاز اكيد اللاعبين كان في حاله احباط يعني انا بص انا اتكلمت قلت يا جماعه لازم ان احنا يعني دي صعوبات كلها حاجات مستجدات بتعدي عليك وصعوبات، فاحنا لازم نحافظ على تركيزنا. اتكلمت معاهم ان احنا لسه عندنا 90 دقيقه تاني بكره هنقدر نلعبها وعندنا 90 دقيقه في مصر، فقدرت ان انا اجدد الدوافع تانيه، وفي نفس الوقت كمان عملت اجراءات في الفندق استشفى. ما كانش الفندق طبعا في جروه في الكاميرون يعني مش عايز اقول لك المستوى يعني اقل من المتوسط، يعني امكانيات ضعيفه امكانيات ضعيفه جدا، بس قدرنا نعمل تلج تدليك بالتلج، الجهاز الطبي كله بذل مجهود كبير جدا والجهاز الفني المساعد كلنا بذلنا مجهود كبير جدا، وعملت تدريبه او تمرينه لمده حوالي 30 دقيقه في الفندق جوه، خدت قاعه عملنا استريتشات وعملنا استشفاء عشان نقدر اللعيبه دي تقدر تلعب تاني الساعه 3. كنت خايف على مين اكتر يا كابتن من اللعيبه؟ يعني انت كنت شايف انا اكتر واحد خفت عليه وائل الجمعه وغيرته، يعني يمكن انا غيرت في التشكيل بس ممكن الناس ما تتذكرش قوي ان انا غيرت التشكيله اللي لعبنا 70 دقيقه، التشكيل الوحيد اللي غيرته تاني يوم كان وائل الجمعه. ليه وائل جمعه كان في الوقت ده كان عنده 38 سنه، وائل طبعا المدافعين الاقوياء جدا ومدافع شرس ومدافع عنده خبرات، لكن انا تراءى ليا ان الاستشفاء بتاعته هو لعب 70 دقيقه تقريبا مباراه تقريبا، يعني منها شويه حوالي بتاع 10 دقائق 15 دقيقه في المطر، برده اللعب في المطر أصعب. بيبقى تقيل، لكن انا تراءى ليا ان هو يريح على اساس الاستشفاء بتاعته هتبقى صعبه تاني يوم، فاهم قصدي؟ احنا هنوفره للعوده ووفر له العوده، بس انا كنت تفكيري كمان في المباراه دي ان انا اطلع بنتيجه ايجابيه، فريحت وائل الجمعه ولعبت بالشريف عبد الفضيل ونفس التشكيل بقى الباقي كله نفس التشكيل، يعني كان اختلفت بقى النتيجه وسبحان الله اختلفت النتيجه بقى سبحان الله، هم احرزوا هدف في الشوط الاول والشوط الثاني تريكا احرز هدف التعادل وطلعنا 1-1، فسبحان الله وانا راجع بالطياره فكان النتيجه 1-1 احلى من 0-0 يعني انت تعادل لكم يعني الحاجه جت على بص كل يعني البطوله دي كل مباراه ليها قصه، مفيش مباراه حتى انا في النهايه قلت لهم احنا ما لعبناش مباراه كده عاديه
اللي هو ايه يعني، يعني المباراه كده تعدي مرور الكرام، مفيش احداث مفيش. مش ده كان يا كابتن اكبر رد على المشككين يعني؟ كان في اول حضرتك توليت المسؤوليه، انا فاكر الفتره دي كويس. يعني الناس قالت طب مدرب اجنبي، طب الدنيا، حضرتك اثبت ان لا، وحصلت على بطوله صعبه في وقت انت ما عندكش موسم محلي تستعد فيه، فده كان اكبر رد ليك يا كابتن. بص طبعا انا هقول لك على حاجه بامانه، لما بنشتغل ما بنركزش خالص في الكلام الجانبي او الكلام اللي بيتقال انه يهمدك او انه يشتتك او انه يعني، لان انت توليت المسؤوليه وفي نفس الوقت انت كل تركيزك بتحطه في اتجاه واحد، اتجاه ان انت تنجح، اتجاه ان انت تعمل نتائج ايجابيه، اتجاه ان انت تروح على البطوله. انا كنت شغال مع قبلها مع كابتن حسام البدري مدرب عام، وخدنا بطوله افريقيا 2012 من الترجي، وكانت نفس الظروف فكنت تقريبا، فكنت عايش احداث وكانت صعبه برضو، كانت بطوله صعبه، فكان كل ده تركيز ما ركزتش بقى. بص بس انا هقول لك على حاجه برضو، يعني شغلانتنا ما فيش حد هيمسك لو جبت بكره مين، ما فيش حد هيسلم، اي واحد هتمسك اكيد معترضين واكيد مؤيدين واكيد مجموعه او جزء بينتظر يشوف نتائج ايجابيه، اوكي ده جميل، نتائج سلبيه لا ده ضد، فاهم قصدي؟ فيجب او ضريبه لازم تدفع، انما يعني دي حاجه. ولذلك احنا في شغلانتنا ما بتركزش قوي مهنه الاشغال في ما بتركزش قوي في حته مين بيقول ومين بينتقد وكده، لكن انت بتركز في شغلك، بتحاول ان انت تنجح بالمجموعه اللي معاك، وده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى برضو، بيديك على قد بذل المجهود اللي انت بتبذله بس. فكانت المباراه دي كانت صعبه جدا، بقعد افتكره حتى يعني مباراه العوده اللي لعبناها برضو تعادلنا 1-1 بس كان ليها صعوبات فظيعه، اصعب من هناك طبعا. المباراه بتاعت العوده يمكن احنا قلنا ايه، قلنا ان القطن الكاميروني جاي لنا في ملعبنا، قبلها كانت هزيمه منتخب مصر وخروجه من كاس العالم 6. كنت اسالك السؤال، فانت عندك العدد النفسي، عندك عندك ست لعيبه هيلعبوا معاك في الملعب خارجين قبلها بكام يوم، ماتش غانا صح، ماتش غانا 6-1 طبعا، فكان مشكله نفسيا انا عايز تعدهم تاني طبعا. ده انا رحت الجونه قبلها باربع ايام او ثلاث ايام، قعدنا في الجونه، كان مباراه العوده في استاد الجونه، رحت خدت الفريق كله هناك عشان يبقوا اللعيبه دي موجوده عندك من ورا كده. شريف اكرامي كان لو تفتكر كان حارس وتغير، كان اتغير، فكان في احداث كتيره جدا حوالين شريف، وهل هيلعب ولا مش هيلعب، وهل هو هرب من المباراه ولا ما هرب، في احداث كتيره جدا ان لو لعب الناس هتفسر انه هرب، طب ولو لو ما لعبش كان وسط ملعب رجع لعب ليبرو، فالناس لا حسام ما كانش موجود في البطوله دي. كابتن وائل جمعه، وائل جمعه انت كنت خايف تلعبه، كان في بلجيكا خايف تلعبه ما يتوفقش تبقى عايز وفي نفس الوقت هو كان مصاب، فحاولنا نعالج الاصابه بتاعته. عندك سيد معوض، عندك احمد فتحي، عندك وائل جمعه، ادي خط الدفاع، عندك في وسط الملعب فيها ابو تريكه ووليد سليمان وكان حلمه اصلا دي ابو تريكه برده كان حلم كبير قوي بالنسبه له، فكانت عناصر كتيره حوالي 6-7 عناصر كانوا في المنتخب في الوقت ده. دي اصعب مباراه يا كابتن ولا انت قلت كل مباراه؟ ولا كل مباراه صعبة. كل مباراه ليها صعوبتها. ايه اكتر مباراه كابتن محمد يوسف كان عامل حسابها او كان قلقان منها؟ انا عندي توقع والله كل مباراه، بس انا طبعا اكتر مباراه الزمالك الزمالك في في, في 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 العوده يعني احنا تعادلنا اول مباراه في افتتاح دوري المجموعات 1-1 المباراه الثانيه كسبنا 4-2 المباراه دي كانت يمكن انا بالنسبه لي اعلى تركيز قوي. ليه بقى؟ لان المباراه دي لو ما كسبناهاش ما كناش يعني، دي اللي اكدت صعودنا للقبل النهائي بس، وبعدين مع منافس برضو تقليدي الزمالك يعني. كنت هتقول ايه او توقعنا اصعب؟ لان كانت بالنسبه لنا كانت اصعب مباراه ليوبار. ليوبار بره طبعا، انت بعد ما تعادل مع الزمالك ومغلوب على ارضك 3-0 هديك نص دقيقه على مباراه ليوبار دي. مباراه ليوبار دي سافرنا احنا لازم نكسب المباراه دي طبعا. هدف وليد سليمان فتالت مباراه واحنا عندنا نقطه واحده، وخسرنا مباراه على ملعبنا وتعادلنا مع الزمالك ورايحين بقى ليوبار بره في الكونغو. نزلنا المطار مشينا 3 ساعات بعربيات اللعيبه راكبه عربيات، وزعنا اللعيبه في عربيات وثلاث ساعات الطرق عامله كده يا خبر ابيض. وصلنا هناك التقارير كلها بقى التحليل كله ان 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 ليوبار الكونغولي ده ما خسرش من سنتين على ملعبه، وانا محتاج اكسبه يعني انا محتاج اخد 3 نقط يعني الطاقه النيجاتيف من قبل ملعب ده قبل ما تلعب بقى. شوف بقى يعني انت بالزبط. انت بتشتغل في ايه والتقارير جايه لك عامله ازاي.
وبس اشتغلنا يوميها اشتغلنا. انا فاكر بذلت مجهود كبير جدا وقلت لهم يا جماعه ما فيش حاجه اسمها لو على التحليل في مباريات كتير جدا بالتحليل بتديك نتائج. انا عايز اقول لك لحظه بس اتفضل اتفضل يا محمد. اتحسب علينا ركله جزاء، انا عايز اعرف احساسك بقى وانت واقف على الخط ولا قبل يبار داخل يسدد ركله الجزاء. طبعا احساس فظيع يعني. انا عايز اقول لك بس احنا يعني اصرار اللعيبه والشحن والتركيز اللي احنا كنا عاملينه بصراحه يعني كان مطمن الى حد ما. بس طبعا ما بتستندش بكده غير لما بتخلص المباراه يعني. لكن ليبار احنا عملنا مباراه كويسه جدا، كانت بدايه البطوله كابتن. ولما كسبنا الجون بتاع وليد الكره البينيه اللي عملها له تريكا، الفرقه دي كانت ممكن تخسر ثلاثة بقى اخر ربع ساعه. لان اخر ربع ساعه انا رحت منزل عمرو جمال وكان في فرق يعني. عمرو جمال جاله حوالي فرصتين ثلاثه كان يقدر ان هو يهدف منهم، لان انا لقيت الدفاعات مفتوحه بتاعت ليبار كلهم بيهاجموا عايزين يرجعوا للمباراه، والخطوط بتاعتهم اللي ورا غير منظمه بالمره. لكن في النهايه طلعنا 1-0 يعني. طب خلينا يا كابتن بقى، كان ثلاث نقاط غاليين يعني بالتاكيد. خلينا نطلع كده لاحسن فقره بقى، فقره السحور يا كابتن. احنا خليك السحر يعني ان شاء الله السحور مش هتنسى. تسلم ايديك دايما. قناه الاهلي والنادي الاهلي يعني اصحاب كرم طبعا. بيتك يا كابتن حبيبي. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع، نرجع بعديه طبعا مع كابتن محمد يوسف هنفتكر الذكريات، ولكن على السحور بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. جينا للفقره اللي كلنا بنستناها وهي فقره السحور، ودايما رمضان ليه ذكريات معانا. معانا الشيخ محمد. الحقيقه يعني انا شايف الدنيا ربنا يخليك كده تخيل زيك في الوزن يا شيخ محمد ولا ايه؟ تحبها انت مش قوي يعني ما بتحبها. لا وكابتن محمد نفسه تفتح كمان خلي بالك. لا كلها عصاير وفاكهه وحياه بسيطه يعني، مش بس غير الفول والطعميه. بس انا شايف النهارده الموضوع لا طبعا قطعه واحده صغيره. خلي بالك انا مش هضحك عليك. كابتن محمد قال لنا انه اصلا ما بيسحرش، فالنهارده يعني احنا برضو يعني هنلزمه بالسحور. ده لازم هو لازم يدوق الاول. هو هيدوق وبعد كده بعد الهواء ينطلق على طول ان شاء الله. مين اكتر لاعب في رمضان كان بيسحر او كان بيزود في الوجبه وكان في ماتشات معينه بينزل باين عليه من اللعيبه في جيلك؟ في جيلك لا احنا كنا بنتسحر كويس. هقول لك ليه. لان اللعيبه اللي هي هتلعب وهي صايمه لازم يعني تاكل كويس، لان انت خلاص دي اخر وجبه ليك. فكنا بناخر السحور قوي وكنا بناكل، وكان يعني بيبقى فيه مكرونه وفي يعني عارف بناكل. الاكيل بتاع الجيل مين من الاخر؟ الاكيل بتاعنا وليد صلاح الدين، ده نجم نجم الاكل. وليد صلاح بقى حبيبي شخصيه جميله جدا وحاجه جميله. وليد مش بياكل بس، وليد بياكل وبيتفنن يعني يعمل لك جبنه بطماطم. وليد يقعد يقطع واحنا في المعسكر ويجيب الجبنه ويروح جايب الطماطم وهو اللي يعمل الجبنه بالطماطم. فوليد صاحب مزاج في الاكل وليه اكلات معينه. مين كان بيقعد معاه في الاوضه؟ واحلى اكل بقى ياكله الساعه 3 الصبح. خلي بالك اللي بيقعد معاه في الاوضه هو اللي يعني اللي بيتبسط. كنت مع مين في الاوضه يا كابتن محمد؟ كان مين المرافق؟ بص انا قعدت فتره مع الكابتن احمد شوبير. ولينا قصه جميله كده. لينا قصه جميله كده انا وهو. هو جه مره قال لي يا كابتن قال لي بقول لك يا يوسف. قلت له ايوه يا كابتن. اكبر مني بقى ولاعب كاس عالم. قال لي انا محتار لما انت تبطل اقعد مع مين. قلت له يا خبر ابيض انت عايز تبطلني. هو اكبر مني انا ب 10 سنين اساسا يعني. قلت له كابتن انت عايز تكمل وانا بطل يعني ابطل. قال لي ما انا قاعد. هو بقى كان قاعد ايه ايوب الكره المصريه. هو كان قاعد بدون ذكر اسامي يعني مع ثلاث لعيبه. فقال لي اصلا انا قعدت مع فلان وبطل ومشي من النادي وفلان ومشي من النادي فبسال عليك يعني. قلت له لا ان شاء الله انا مكمل. انا مكمل لو انت بتعمل على كده. لا انا مكمل. فكنت بعد مع الكابتن احمد شوبير قعدت شويه مع هادي خشبه برضو في الاوضه. قعدت مره معسكر مع هادي خشبه. قعدت مره معسكر مع هادي خشبه. معسكر ده كان في اسماعيليه. فكله بص نوم كنا ما حدش بيشوفه غير على التمرين والوجبات. غير كده احنا في الاوضه. هو نايمين. اللي كان بيميل لكده ولا انت اللي كنت حابب؟ هادي انا مش كده. انا اكتف هادي يعني الدنيا هاديه ما فيش تمرين يبقى خلينا في الاوضه. المنتخبات يا كابتن كنت بتقعد مع مين؟ كابتن شوبير اعتقد.
لا في منتخبات بقى يعني حسب متنوع. اه الكابتن جرس كان بيغير يعني يعني في معسكر قعدت مع حازم امام شخصيه جميله جدا وحاجه محترمه. قعدت مع سمير كمونه في معسكر برضو من المباريات. يعني كابتن جوهري كان دايما بيغير كان دايما بيغير عشان ناخد يبقى انا اعرف شخصيه سمير وبعرف شخصيه مدحت مفيش مره قعدت مع الكابتن حسام حسن وجربته في اوضه كابتن كل اللي بيتكلم من جيل كابتن حسام حسن يقول كابتن حسام كان شديد. لا ما كانش شديد ولا حاجه بالعكس حسام كان يعني طيب جدا بس هو ما كانش دي يا كابتن في بطوله القارات. اه دي دي انت عارف مين اللي في الصوره ده ولا لا؟ مين اللي في الصوره؟ محمد يوسف. طب انا عارف. لا شفت السؤال بس خطبك شويه. ده ماتش بوليفيا ده هو ده ماتش بوليفيا 2-2 ده ماتش 2-2 مش عايز افكرك طب بما انك بقى بتعملها فعلا افكرك بالهجمه اللي ضيعتها بعد ما رقصت الدعيع. ده في ماتش 5 ده كانت كان صعبه جدا كان المباراه دي كانت صعبه علينا جدا وانا طب هاتوا لنا جول يا جماعه الكابتن محمد يوسف زعلت جدا ان 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 زعلنا الشعب المصري. بس احقاقا للحق الكابتن محمود الجوهري حكى لنا السيناريو بتاع المباراه دي ليله المباراه. يعني عارف هو كان عنده توقع واحساس عالي كده. لا التحكيم وقتها يعني استوره. يعيش المباراه احنا اتطرد مننا ثلاث لاعبين. قال لنا ما حدش يطرد على الحكم ما حدش مش عارف يعمل ايه لانه هي 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 انا جاي يعني هو توقع ان ممكن يتم طرد لعيبه وطرد مننا ثلاثه كابتن عبد الستار صبري كابتن حازم امام كابتن سمير كمون ولعبنا ناقصين. طبعا العدد فرق معانا طبعا ثلاث لعيبه بالاضافه لعدم توفيق بعض اللعيبه من اسباب الخساره الانفراد اللي ضيعته بعد ما رقصت الدعايه. ممكن لو انت شايفه بعد 5 انا ضيعت الكره دي عملتها انا ووليد صلاح الدين ودخلنا ومن الجنب ورحت يمكن برضو يعني انت من لا يمكن المدافعين الجول ده يا كابتن من المدافعين يا كابتن اللي عنده كوره حلوه. الجول ده من احلى الاهداف ده ماتش 3-0 اللي كان قبل السوبر الافريقي. مظبوط برافو عليك. شوف طب بس خليني اقول حاجه 94 كابتن حضرتك لعبت باك ليفت فلما رجعت بقى تلعب في خط الدفاع كان الموضوع بالنسبه لك عندك كوره وينج ليفت انا اسف لعبت مساك فبقى عندك كوره يعني عندك احساس الكوره ازاي تراوغ وتطلع يعني كنت يعني مين اقرب واحد ليك كده في الوضع ده النهارده حاليا يعني بص ايمن اشرف انا بحس شويه عشان بيلعب ناحيه الشمال وبيلعب اوقات باك ليفت وبيطلع اوقات يعني الفتره اللي فاتت كمان فتره شغال بس عايزه كمان يبقى اجرأ على الجون يعني ايمن باختراقاته كلها خارجيه وكروس لازم يخش من جوه يخش ال 18 يشوط بيجيب جوان يعني بس محتاج يزود بس عنده نفس روح القتاليه اللي عندك كابتن ايمن بيلعب بروح عاليه قوي واهلاوي يعني عايز اقول ايه ايمن من قطاع ناشئين انا دربته في قطاع ناشئين 2007 و2008 كان هو جيل احمد نبيل مانجا وايمن اشرف والمجموعه دي فمن اللعيبه المميزين ولعيب فعلا زي ما احمد قال بيلعب بروح عاليه وروح قتاليه ويتحمل على نفسه يعني زي الكابتن انا برضو كنت بتحمل على نفسي السنغال في تصفيات افريقيا لما كان الكابتن فاروق جعفر المدير الفني انا عايز اعرف يعني المانشيت لو معانا نعرضه بص المباراه دي ليها ذكريات معايا جميله قوي وخدت مكافاه كابتن محمود الخطيب كان مشرف على الكوره في الوقت ده مشرف على الكوره في المنتخب المنتخب مكان كابتن فاروق كابتن محمود نظرا للروح العاليه اللي لقوها مني اولا انا بعد ربع ساعه ست غرز خدت غرز فالدكتور طبيعي الدكتور كان ساعتها الدكتور اشرف الالفي قال لهم ده لازم يتغير ده مش ممكن يكمل رفضت انت فانا ما رضيتش اطلع من الملعب فقال يا يوسف غير والكابتن فاروق والكابتن محمود برده كان موجود يا يوسف غير قلت له مش هغير انا مش هطلع هكمل المباراه كملت المباراه شويه وبعدين دراعي اتكسر المهاجم بتاع مامادو اسمه مامادو تراوري كان عندهم مهاجم من السنغال محترف في بلجيكا راح شايط ايدي جاب لي كسر هنا خلاص فانا مش قادر المهم مكمل يا يوسف غير قلت لهم لا مش هغير برده انا بضربه ما بينش مش طالع عملنا اشعه بالليل بقى بعد ما روحنا كسر ده انا مش قادر فالدكتور اشرف قال لي لازم نعمل اشعه رحنا عملنا اشعه جه معانا الكابتن سمير عدلي بقى ربنا يديله الصحه رحنا عملنا اشعه طلعت كسر بس هلعب برده خلاص بقى كنت رحت الفندق بس الكابتن محمود بقى شوف برده يعني هو قدر ده عمل لي مكافاه خاصه ليا انا بس
عمل لي مكافاه خاصه عشان الروح اللي لعبت. هل دي افضل مباراه ليك في 78 مباراه دوليه كابتن محمد يوسف، ولا انت في مباراه بتحمل معاها ذكريات خاصه جدا مع المنتخب؟ عندي مباريات انا لعبت. بص الحمد لله من كرم ربنا انا من اللعيبه اللي لعبوا كل المنتخبات. يعني انا بدات منتخب 16، رحنا كاس عالم مع الكابتن طه بصر الله يرحمه، ثم بعد ذلك لعبنا منتخب 19، ثم بعد ذلك لعبت منتخب اولمبي، اولمبياد. أيوة. برشلونه في منتخب اولمبي كده جميل. الجون بتاع زيمبابوي اكيد. ايوه ده جميل. دي كره من هادي خشبه، بص هادي اهو انا طالع له من تحت اهو، هيديها لي بالعرض، كان جيل عظيم وقتها. هروح ساند. بص بقى بص الشوطه بقى. بص يا خبر ابيض. والارضيه ما كانتش مساعده بقى، وما كانش بياكل. ها أو قال لك ما بصحرش. الكره دي او الماتش ده 3-0، ماتش الذهاب في كنت الدور الاول، الدور اللي هو نهائي التاهل لبرشلونه 92. انا جبت هدف ومحمد صلاح بجريش هدفين، ورحنا هناك اتعادلنا وصعدنا اولمبياد. ده برضو كانت من المحطات الحلوه قوي في كابتن منتخب الاولمبي. كنت كابتن منتخب الاولمبي. ولا وغير كده كمان احنا كنا مجموعه طلعت منتخب اول، يعني بالمنتخب ده في حوالي 7 لعيبه. محمد صلاح ابو جريشه كمل منتخب اول، في هيثم فاروق كمل منتخب اول، هادي خشبه كمل منتخب اول. نعم كنت فاكر رقم التيشيرت بتاعك 13. ايوه ما قلقتش وانت بتلبس رقم 13؟ الناس بتهرب منه كتير. لا ما لبست 13 ولبست 3 ولبست 5 في فتره. بس طبعا اكتر اللاعب هو اللي بيعمل الرقم، اكتر رقم 7 بس اللاعب هو اللي بيعمل الرقم. انا مؤمن بده. يعني انا معاك برضو في الحته دي. يعني في ناس كتيره جدا ونجوم كبار جدا لبسوا ارقام. تريكا مثلا لبس 22، ما كانش فيه 22. عمل هو كينونه ل 22. بس يا كابتن هستاذنك بقى، معلش ريحه الطعميه مش قادر بصراحه. معلش احنا يعني لازم يعني نقفل. الشيف عمال يهلي وعمال يدوس على الحته دي جامد. خلي بالك انا برضو وانا بتكلم مانيش مركز قوي. أول انا بقوله ما لاحظتش اول لما جه الشيف وقال لك في فاصل ام كابتن هيثم رايح على على طول. انا عارف مكاني وكمان انا واقف الريحه جايه عليا الاول قبل ما تعدي عليك. فانا الحقيقه مش قادر. لا بشكرك يا كابتن محمد والله نورتنا وشرفتنا. انا اللي سعيد جدا بيكم وسعيد جدا ان اكون معاكم. سهره حلوه جميله سريعه، لكن انا مبسوط جدا ان معاكم النهارده في يعني في بيتنا طبعا قناه الاهلي. مش ضيف بيتك. وطبعا بنطل على يعني جمهور النادي الاهلي العظيم. نتمنى دايما النادي الاهلي يبقى في تالق وفي ازدهار وصاحب رياده باستمرار. والنادي الاهلي بصراحه هو مصدر السعاده بتاعتنا بامانه، يعني كالعاده بالتوفيق ان شاء الله. بالتاكيد الاهلي هو اللي بيظبط مود جماهير النادي الاهلي. بشكرك كابتن محمد. شكرا جزيلا. بنشكر حضراتكم. انا اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. بدانا في البدايه بشويه اخبار واتكلمنا عن اتحاد الكره وازمه الحكام، ونهيناها بنجم عظيم من جيل التسعينات كابتن محمد يوسف. نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه، والاهلي في رمضان تصبحوا على خير.